يا مساء الخير، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. النهاردة ضيفنا العزيز هو ضيف المرة الثالثة تقريبا أو الرابعة يشرفنا في القناة، أستاذنا الكبير والباحث في تاريخ الأديان أستاذ سامح عيد. أهلا بيك. اهلا بيكي، مساء الخير عليكي وعلى الساده المشاهدين بتوعك، وبسم الله ما شاء الله على الجهد اللي انت بتنزليه، جهد مهم جدا، ربنا يقويك. ربنا يخليك، كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبه والناس كلهم بخير. فاتن أمل حربي، عمل درامي أو عمل رواية كتبها الأستاذ إبراهيم عيسى. عمل قبلها روايات كتير برضو كانت بنفس الشغب، تناول فيها الدعاة المتلمعين على القنوات الفضائية، كانت رواية مولانا، فيلم الضيف ناقش فيه الصدام اللي بيحصل وإزاي بيتطور الفكر في الجماعات الإرهابية وبيتغير أفكار الشباب والولاد إزاي، طبعا بشكل كبير. روايات كتير عملها، طبعا رحلة الدم بالجزئين بتوعها، دم الحسين، ليه كتب كتير جدا أنا متابعاها، لكن آخر رواية قبل ما نتناقش في الرواية عايز أسألك سؤال. ليه النهاردة الأزهر ساكت؟ حضرتك عملت حوالي 3 أو 4 حلقات على المسلسل ده تحديدا، وعلى الرواية، وعلى حقوق المرأة وما تم تناوله في هذا العمل الفني. أستاذ عادل نعمان كتب، صحفيين كتير، ناس كتير قوي غير اليوتيوبر على القنوات هنا، وناس كتير اتكلمت على موقف الأزهر والتصريحات بتاعته. اللي انا ملاحظاه بقى انه الأزهر عادي، يعني ما الناس بتتكلم، ما شفناش حد، ما طلعش تصريحات بتدين وتشجب وتعمل، انا اسفه في اللفظ، يعني صبيان الأزهر اللي في الساحه يطلعوا بقى، عارف انت، قطع لسان اللي يجيب سيره الأزهر وشيخ الأزهر. ايه، هل ابتدى يلين جانبه شوية ويتقبل الانتقاد؟ يعني هو بشكل عام الموضوع، بس مش يوتيوبر او انا او غيري، لا، احنا بنتكلم، البي بي سي اتكلمت، سكاي نيوز اتكلمت، العربيه عملت حوار، جابت فيه اسلام بحيري، وجابت فيه الدكتور محمد ابو العاصي، وجابت فيه طارق الشناوي. الدكتور محمد ابو العاصي بيطلع باسم الازهر كتير، راجل دكتور، وهو اللي كان بيحدث المناهج، وانا كنت طلعت قبل كده معاه في مناظرات مع وائل الابراشي، طلع خايف ويقول لك انا بتكلم عن رايي الشخصي ومش راي الازهر، وانا ضد التكفير، بس هم مش عارف بينكروا السنه، يعني قاعد ايه يتكلم كلام مناور. انا برضو مش قادر افهم رئيس الجمهوريه ليه متحدث رسمي، وزير التعليم ليه متحدث رسمي، رئيس الوزراء ليه متحدث رسمي، لو يعني ايه في قنوات كتير رئيس الوزراء مشغول مش قادر يتكلم فبيطلع المتحدث الرسمي يتكلم، الوزارات لها متحدث رسمي. شيخ الازهر احنا عايزين يعني هو لو هو مش فاضي يطلع يرد، يبقى ليه متحدث رسمي، يبقى بيمثل الازهر، عشان ما يجيش حد يقول وبعد كده نقول ده رايه الشخصي. الدكتور محمد ابو العاصي طلع في المناظره بتاعت العربيه بيقول ده رايي الايه؟ رايي الشخصي. النقطه الثانيه، هو كان ليه تصريح كبير جدا، يعني حوار كبير في صوت الازهر امبارح او اول امبارح، واتكلم فيه عن موضوع تهنئه المسيحيين بالاعياد، وقال اراء كويسه جدا، واتكلم عن موضوع ازاي موضوع محل الكشري، يعني حاجات اللي هي كانت عامله ترندات، ولم يتعرض نهائيا للضجه اللي وصلت القضيه في المحكمه، وما في ملهاش تبرير، اللي هو كان موافق على البيان، وبعدين كده طلع واحد مصدر مجهول مش عارف اللي في اليوم السابع ولا فين يقول لك لا ده مش راي الشيخ ومش راي الازهر. يا يعني جدعان، دي صفحه واخده العلامه الزرقاء على الفيسبوك، وتنقلتك كل وسائل الاعلام، الموضوع مش موضوع اللي احنا اليوتيوبر بس اللي ربما يكون مشاهدين قليلين، احنا بنتكلم على التلفزيون وقنوات شهيره وقنوات بيشوفها العالم كله، وناقشت الموضوع وتجادلت معاه، ومفيش حد رسمي يطلع باسم الازهر يقول اه احنا مسؤولين عن البيان ومتحملين كل مسؤوليته، او يقول لا البيان ده لا يمثلنا وان هو انتقدناه، لان الموضوع يعني منتشر على كل القنوات، الا الحل الوحيد ان هم خرج منهم هذا البيان بشكل حقيقي، وده اللي حقيقي فعلا حصل، مش عارف ايه على الفيسبوك، يعني اللي هي بيسموها الفتوى الالكترونيه العالميه للازهر الشريف، وان هم بيعندوا مش عايزين يعتذروا. اسلام بحيري طالبهم في العربيه بالاعتذار وسحب البيان، بيان تكفيري بامتياز وتحريضي بامتياز، هم موافقين عليه ولم يتراجعوا ومصممين عليه،
النهارده الشيخ الازهر بيقابل وفد من بريطانيا، مش عارف اللورد طارق احمد، واستقبلهم وعايزين يدعوه لحوار عن حريه الاعتقاد وكلموه عن حقوق الانسان وحريه التعبير، وهيروح بريطانيا يحضر اللي هو حريه الاعتقاد وهيقول الكلام اللي هو مستهلك بقى، ده كراف الدين وحاجات من هذا القبيل اللي هي ايه، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هيروح يقول نفس الكلام اللي قاله في المانيا اللي هو كلام علاقات عامه، انما مش قادرين نواجه التراث الحقيقي اللي هو دافع عنه بشكل صريح. احنا برضو يعني اتمنى ان هو الشيخ الازهر او الازهر الشريف يكون صدره رحب ويتحمل النقد او يتحمل الحوار، لان القران علمنا كده. ده سيدنا ابراهيم قال له ارني كيف تحيي الموتى، قال له قال ولم تؤمن لربنا، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. موسى قال له ارني انظر اليك، يعني كان في جدال مع ربنا سبحانه وتعالى. ده اللي القران علمه لنا. القران ينزل يعاتب الرسول في مواضع كتير جدا في القران، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات زوجاتك، ما كان النبي ان يكون اصلا حتى تسخر من الارض. يعني قصدي القران ينزل يعاتب النبوه نفسها، وكان دايما الرسول يقبل النقد، يعني يقول ايه، يقولوا له ده الراي ولا الوحي، يقول لهم لا ده الراي، يقولوا ليس هذا براي الحباب بن المنذر في بدر. فربنا قبل الحوار نفسه. العلم اللدني، الخضر بتاع العلم اللدني، موسى جادله وهو رايح لواحد يعني يعلم الغيب، خلق السفينه وقتل الغلام، وسيدنا موسى كان بيساله وبيتحاور معاه، وربنا اللي بعته له، وده راجل عنده العلم اللدني. فاذا الانبياء واللي عندهم العلم اللدني وربنا كان بيقبل الحوار من الناس. فالمفروض ان هو شيخ الازهر اللي بيعلمنا الكلام ده يكون صدره رحب، ما يكونش عصبي. وانا حتى نزلت حلقه النهارده قلت الازهر متسامح مع المسيحيين، مع الاخر مسيحي، وغير متسامح مع المسلم المشاغب، وقلت زي ابراهيم عيسى او زي نيلي كريم او زي صناع المسلسل جميعا. يعني النقطه الثانيه، المسلسل بشكل رسمي راجعه الدكتور سعد الدين الهلالي، قال واعترف وقال ان هو راجعه من ناحيه فقهيه. يعني المسلسل اتراجع من جهتين، جهه فقهيه الدكتور سعد الهلالي، والمعلومات اللي عندي ان هو اللي منح الدكتوراه للدكتور احمد كريمه، يعني هو اللي كان بيناقش رسالته الدكتوراه ومنحه الدكتوراه، وان هو الدكتوراه بتاعته اقدم من الدكتور علي جمعه بتسع سنوات او سبع سنوات، يعني المعلومات اللي وصلت لي بهذا الشكل. فالرجل قديم في الاستاذيه داخل جامعه الازهر، يعني مش واحد ايه هاوي زينا مثلا او زي الناس اللي بتتكلم على اليوتيوب. احنا بنتكلم عن راجل متخصص ودكتور ومعاه استاذيه واقدم من ناس كتير جدا على الساحه الاعلاميه. راجعوا من الناحيه الفقهيه والدول للمراجعه القانونيه. خليني اقرا لحضرتك تصريح الدكتور سعد الدين الهلالي. مسلسل فات الامل حربي اظهر معدن الاغلبيه المصريه الطيبه وفضح شرذمه اوصياء الدين وجهلهم، وكشف اعدادهم المحدوده التي فرضت نفسها بغليظ القول وعسر الراي وتشدد الفتوى، واصطادت ضحاياها بالجعجعه الغيبيه والنميمه وافتراء الكذب وهتك اعراض مخالفيهم وبكاء التماسيح وادعاء المظلوميه تحت ستار نصرة الدين وإضاعة حقوق المرأة الفطرية والافتئات على الآخرين. انتهى. عندي هنا بقى سؤال بعد التصريح الجميل ده. هو مش آيات التي تتحدث عن المرأة واضحة وصريحة في القرآن الكريم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، شهادة إحداكن بنصف شهادة المرأة بنصف شهادة، الطلاق والطلاق والجواز والكلام ده كله القرآن مشرعه. فالراجل اللي بيجي يتكلم بصوت باسم الأزهر وبعدين يرجع يقول لك بالظبط عاملين زي هذا لا يمثل الإسلام عفوا هذا لا يمثل الإسلام، يقوم يطلع واحد تاني يقول لك إيه هذا لا يمثل الأزهر، زي عبد الله رشدي وزي ناس كتير بتتكلم باسم الأزهر وبعدين يقول لك أنا بتكلم باسم أنا مش الأزهر ملوش دعوة. أنتوا ما أنتوا خريجين أزهر، أنتوا خريجين ما أزهر يعني. ما هو ده اللي أنا بقوله، ده اللي أنا بقوله، إن هما يبقى في متحدث رسمي يمثل الرأي الرسمي للأزهر. هو المشكلة إن هو حتى شيخ الأزهر نفسه قال إن ثلاث أرباع الدين في السنة أو في التراث، يعني وإن القرآن الربع، يعني تبقى لتصريحه هو. النقطة الثانية إن هما يعني للأسف الشديد
يعني في مشكله كبيره جدا في التفاسير وفي التراث، واحنا اتكلمنا عنها في عديد من المرات، ورديت عليهم على البيان نقطه نقطه، وجبت لهم كلام الشيخ شلتوت وان هو ازاي ان هو ارائهم بعيده عن الواقع وبعيده عن الحاضر وبعيده عن المستقبل، وان هم بيراوغوا بيقدموا رساله مزدوجه. فقلنا عايزين رساله واضحه من الازهر نفسه. وبعدين كان الاول بيقول لك ان احنا الاعلام ما بيدعوناش وان احنا بيهاجمونا في الاعلام، لا هم ليهم صوت الازهر جريده رسميه وعندهم مجله الازهر، والشيخ الازهر نفسه عنده برنامج يومي بيذاع في اكتر من قناه على ما اعتقد، ولو دعي لو اي حد لو دخل يعني حد تواصل مع اي قناه تلفزيونيه هترحب. ولكن هم لا بيتداخل الشيخ الازهر، يعني الرئيس الجمهوريه نفسه تداخل احيانا مع عمرو اديب مع مش عارف محمود، يعني لما يحتاج الامر للتداخل التلفزيوني بيتداخل، او لما هو يقول بيوجه عايز يوجه كلام للمصريين بشكل او باخر عن طريق اي مؤتمر او اي حاجه بيوجه كلامه. انما الشيخ الازهر يعني شايف الدنيا فيها سيوله وفي حاله استقطاب حاد جدا على السوشيال ميديا وعلى التلفزيونات، وبتوجه لازهر تهم، يعني احنا ده بيتكلم عن تكفير صريح، بيتكلم عن هجوم على السنه وهجوم على النبي وهجوم على القران واستهزاء ما اعرفش بالعلماء وكذا، يعني تهم خطيره تودي للكفر. وبعدين اصل هم المشكله بيحصل ايه؟ لما فرج فوده اتقتل سنه 92 في يوليو، مش عارف 8 يوليو، قبلها بيومين كان الدكتور مزروعه ومش عارف الغزالي وعماره وبتاع، وكان ساعتها عشان بس الناس تبقى فاهمه الصوره، مناظره، ايوه مناظره في معرض القاهره، قبل المناظرة بعد المناظرة حصل اتقتل بعدها بكام شهر. المناظرة كانت في شهر يناير، هو اتقتل في شهر ايه 6 بالظبط كده. وكان عامل مناظرة تانية في اسكندرية في نقابة المهندسين مش عارف في شهر 4، مناظرتين ورا بعض. اللي شاهد في الموضوع ان هو كان عبد الناصر لغى هيئة كبار العلماء بقانون سنة 61 واستبدله، وكان في عصر الشيخ شلتوت اللي مسك شيخ الازهر من 58 ل 61 او 62 لما مات، يعني لغاية ما توفى الشيخ شلتوت. وبدل ما هيئه كبار العلماء انها كده تبقى هيئه ليها سلطه وصايه وبتاع وممكن تصدر بيانات تكون خطر على الدوله، فعملوا حاجه اسمها مركز مجمع البحوث الاسلاميه، ودوره المفروض التنوير ودراسه التراث وتنقيحه، يعني المفروض دول اللي كان هيقوموا بدور التجديد، وسماهم مجمع بحوث بس بدل الاسم الكبير ده اللي هو هيئه كبار الايه العلماء. هم طبعا كان عايزين هيئه كبار العلماء، فراحوا عاملين حاجه اسمها لجنه كبار العلماء، ما اصل الهيئه دي بقانون، راحوا عاملين لجنه كبار العلماء وراحوا اصدروا بيان 6 يوليو كفروا فيها فرج فوده. مزروع اعترف مع جريده فيتو في 2013 انه قابل القتله واستفتوه افتلهم بالقتل، قالوا له واحد قال كذا، هو عارف انه فرج فوده طبعا، وبعد كده سافر على قطر وسمع الاغتيال وراح رايح يشهد في المحكمه، يشهد في المحكمه انه هو يستحق القتل وان هم عقوبتهم مش القتل ولكن عقوبتهم الافتئات على السلطه. الكلام ده قاله الغزالي وقالوا الدكتور المحكمة طبقته يا استاذ، المحكمة لا 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 المحكمة عفت عن 2 بس اعدمت 2، يعني في 2 اللي هو طلع منهم واحد بعد كده في اتكلم في التلفزيون عبد رب وده طلع وبتاع كلام من ده، بس هم كانوا 4 متهمين لا يعني تقريبا اللي نفذ القتل نفسه اللي كان سير الموتوسيكل دول اعدموا برضه، تراجع المعلومة، وفي 2 خدوا مؤبد اللي هو كان بيجيب السلاح واللي هم دعموا العملية اللوجستية، مع ان النص الفتوى يا استاذ او الحكم في دي القاتل والمحارب حتى 10 يقتلوا في نفس واحده، يعني المهم ان هو اعدموا 2 السماك اللي نفذ العمليه واللي كان سايق موتوسيكل واللي هو بقى عبد ربه ده اللي طلع في 13 والتاني دول خدوا ايه احكام بالمؤبد او اقل من المؤبد، المهم ايه وطلعوا عفوا بعد كده اظن رئاسي لان ما كانش كملوا الحكم للمؤبد في 2011 يعني 92 كان 18 سنه، المهم يعني تقريبا طلعوا عفوا. الشاهد في الموضوع ان هو دلوقتي بعض المتطرفين هيروحوا، وده اللي قاله جمال العدل في الايه في القضيه واستشهد بفرج فوده، رفع قضيه على سمير صبري، فقال ان ده تحريض على القتل، لان ممكن واحد متطرف برضه يقول لك ده الازهر كفر، قال لك اعتدوا على القران واعتدوا على السنه واعتدوا على مقام النبوه وطعنوا في ثوابت الدين، تك 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 10 تهم كلهم كفر. فهيروح جاي واحد متطرف سواء بقى قتل بشكل فعلي او حتى اعتدى بدنيا على حد من صناع المسلسل ويقول لك ده الازهر مكفر، وبعد كده يقول لك لا احنا بريئين والاسلام بريء، لا ما انتوا كده ما انتش بريء باللي حصل ده، اي اعتداء انا بحمل الازهر مسؤوليه اي اعتداء سواء بدني او عنف لفظي طبعا مالي السوشيال ميديا، يعني حتى البيان نفسه بتاع الازهر شوفي الردود عليه، لا او ما ينفعش كلام على الفيسبوك بس ولازم موقف قوي وموقف حاسم، شوفي ردود الناس الغاضبه
على الفيسبوك على بيان الازهر نفسه، كلها ردود عنيفه. وطبعا الشيوخ اللي طلعوا بتاع اليوتيوب وبتاع ويهاجموا كلامين ده ويتهموا وبالكفر علني كل ده، والازهر تجاهل الموضوع تماما. يعني يعني هو بعديها بيومين ثلاثه بيطلع تصريحات عن موضوع الكشري وموضوع التهنئه المسيحيين باعيادهم ويقدم راي متسامح وحاجات زي كده، وفي نفس الوقت تجاهل هذا الموضوع تماما اللي هو منسوب اليه، ومش منسوب اليه زورا، منسوب اليه واقعا واخد علامه الزهر. او كنت اتمنى ان هم يطلعوا يقولوا والله ايه انها ناس يعني سله مندسه يعني كتبت هذا البيان وان احنا بنعتذر عنه او بنتراجع عنه او بنرد عليه، انما لا لا. يعني ترى محمد ابو العاصي قال لي انا ضد التكفير بس ده رايي الشخصي، بس هم هاجموا السنه ومش هاجموا السنه وحاجات زي كده. ورديت انا على الدكتور محمد ابو العاصي بعد كده ورديت على كل بيان الازهر، قلت لهم يعني ايه سنه وايه مصدر التشريع، يعني جبت لهم اراء، انما دي هي دي مشكله. وبعدين هو ما ينفعش شيخ الازهر بقى يروح المانيا يقول لهم لا اكراه في الدين ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكل هذه الايات بالتفاسير المعتمده لدى الازهر والتي تدرس في الازهر كلها بيقولوا انها هذا الكلام اتنسخ بحد السيف، وان من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليس المقصود بها التخيير ولكن التحذير. ده مين؟ القرطبي بقى والطبري وابن كثير والسعدي، كل التفاسير التي تدرس في الازهر. النقطة المهمة ان هم جه بقى الشيخ احمد الطيب في 2010 رجع تاني هيئة كبار العلماء، يعني هي اتلغت بقانون هو رجع 61 في عصر الاخوان، رجعوا هيئة كبار الايه العلماء برضو بقانون، وتحط فيها بقى طبعا بقى الدكتور محمد عمار، يعني كده يعني اتعملت هيئة كبار العلماء. مجمع البحوث الاسلامية اسم كده ايه، رغم ان مجمع البحوث الاسلامية في القانون بتاعه المفروض ان هو يكونوا 50 عضو منهم 20 من خارج ايه مصر، بحيث يكتسب ثقه يعني، وان هو يبحث دوره البحث مش دوره ان انت وصايه هيئه كبار العلماء. انما كده هيئه كبار العلماء ممكن تصدر بيان بمنتهى السهوله ضد الدوله، يعني انا مش عارف ازاي في غفله من الزمن انتجوا هيئه كبار العلماء مره اخرى. ما هو على سبيل المثال جد الحق يكفروا رئيس الدوله مثلا، يعملوا ايه؟ يكفروا رئيس الدوله لو اتخذ قرار ما او كذا. ما هو المشكله بتتعب بالالفاظ. هو يقول لك عندهم حاجه اسمها تكفير المعين، تكفير المعين يعني او المعين يعني المعين. ما ينفعش نكفر سامح وسامح كافر. بالظبط كده. وحتى لما اتكلم في بلد التكفير ما جابش سيره ايه المسلسل. طب بس انا هو اتكلم في البيان اول البيان. نقرا البيان عشان الناس تبقى معانا الصوره. بعد جدل كبير حول مسلسل فاتن امل حربي لمؤلفه ابراهيم عيسى الذي يبث حريف مصر ويناقش الاحوال الشخصيه، رد الازهر ببيان شديد اللهجه. اكد مركز الفتوى التابع للازهر تعقيبا على المسلسل الذي تقوم ببطولته نيلي كريم ان الازهر يدعم الابداع المستنير الواعي، لكنه يحذر من الاستهزاء بايات القران وتشويه صوره رجل الدين. مهمه قوي قوي الكلمه دي يا استاذ، تشويه صوره رجل الدين. وقال إن الأزهر يحذر من الاستهزاء بآيات القرآن الكريم وهدم مكانة السنة النبوية وإزكاء الأفكار المتطرفة وتشويه صورة عالم الدين. أو بيقول لك الدين ما فيهوش الإسلام ما فيهوش كهنوت أهو. وتشويه صورة عالم الدين في المجتمع، مؤكدا أن الضمائر اليقظة تدفع أصحابها نحو الإبداع المستنير الواعي الذي يبني الأمم ويحسن الأخلاق ويحقق أمن واستقرار المجتمعات ولا يصنع الصراعات. كما أضاف البيان أن تشويه المفاهيم الدينية بهدف إثارة الجدل وزيادة الشهرة والمشاهدات أنانية ونفعية بغيضة. يا سلام على التابعين للأزهر واللي بيعملوه. مشيرا إلى أن مشيرا إلى أن تعمد تقديم عالم الدين الإسلامي بعمامته الأزهرية البيضاء في صورة الجاهل تنمر مستنكر. أما فيما يخص بحضانة الأطفال، أشار البيان إلى أن الإسلام أعطى الأم حق حضانة أولادها عند وقوع الانفصال، إذ لم يكن مانع من الحضانة، ولا ينبغي مطلقا أن يكون الطفل بين يدي والديه أداة ضغط أو دليل انتصار. وحذر من التستر خلف لافتات حقوق المرأة لتقسيم المجتمع وتصوير بعض الأفراد للتراث الإسلامي كعدو للمرأة واستخدام الإعلام والدراما لتشويه هذا التراث. تفضل يا أستاذ. يعني هو ما جابش كلمة مسلسل فاتن أمل حربي، بس اتكلم عن حضانة الأطفال
المسلسل الوحيد اللي ناقش حضانة الأطفال هو فاتن أمل حرب. عن إنه الإبداع والدراما يجي يقولك بتسخر. لا أنا بتكلم على فكرة إيه، إنه يقولك أنا ما جبتش ست المسلسل، ما هو لما جاب حضانة الأطفال خلاص الموضوع منتهي، مفيش مسلسل ناقش حضانة الأطفال إلا المسلسل ده. فيعني بحيث إنه هو يهرب بالتكفير يقولك أنا ما جبتش ست المسلسل، لا أنت كده جبت ست المسلسل وبتكفر رسمي صناعه استهزاء بالقرآن، هدم مكانة السنة، إسكال أفكار متطرفة، تشويه مفاهيم الدينية، الثوابت الدينية، 10 تهم كلهم تكفير، كلهم تكفير، استهزاء بالنبوة نفسها. وجبت مسلسل ما قلتش اسمه بس المسلسل الوحيد، فيقولك أنا ما كفرتش حد، يقولك أنا ما كفرتش حد، ده كده تكفير رسمي. الناس هتعتدي على بقى أصحاب المسلسل أو حد من صناعه، يقولك لا أنا ماليش ذنب وأنا غير مسؤول. لا أنت مسؤول، أنت مسؤول، وده تحريض، ده المفروض تحريض رسمي على العنف. النقطة اللي برضو عايز مهمة ومفروض الناس ان هو الازهر يعني برنامج يومي لشيخ الازهر بيكلم فيه، وزي ما قلنا التراث اللي هو بيقول لك ايه تشويه صورة التراث. التراث بجد بجد في مشكلة كبيرة جدا على مستوى المرويات اللي منسوبة زورا الى النبوة، او حتى التفاسير اللي هي والله يعني فسرت بشكل سياسي. دولة مستبدة أموية بتتوسع، وجات وراها دولة عباسية أكثر استبدادا بتتوسع، وعايزين حد يدعم لهم القتل ويدعم لهم التكفير ويدعم لهم إن هو استباحة الناس. شوفي كل آيات، كل آيات التسامح كلهم قال لك لا ده اقتلوا المشركين كافة، جابوا آيات القتال ونسخوا بها كل آيات الايه التسامح. ليه؟ دولة سياسية عايزة تتوسع. ده حتى ما فيش حتى التخير والجزية، قال لك ده المشركين ما فيش تخير، وقلت أن قتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم. ده التراث. وبعدين يقول لك لا الإسلام لما ينتشر بحد السيف، ما هي إما حاجة من الاثنين، يا إما تقول الإسلام لما ينتشر بحد السيف وتنكر كل هذه التفاسير وتخرج تفسيرا جديدا وحديثا. الوحيد الوحيد اللي قدم أراء متسامحة كان محمد عبده، وما لحقش يكمل المنار، وقال لك لا ما تنسختش ايات الايات كل السابقين الزمخشري بقى والنيسابوري، كل دول كانوا بيأيدوا السلطه السياسيه للتوسع، وكانوا بيقولوا ما فيش حاجه اسمها تسامح، ما فيش حاجه اسمها لا اكراه في الدين، لا في اكراه في الدين. ده حتى قالوا يا جزء اكراه في الدين، لا اكراه في الدين لو دين اخر غير الدين الاسلامي، انما اباحوا الاكراه في الدين. يعني عشان ده التفاسير، انا بتكلم التفاسير اللي هو التراث، اللي هو بيقولوا احنا بنتكلم عن تشويه التراث. التراث ده لو اتقرا امام الجموع بجد هيكون اكبر تشويه الاسلام. الحل الوحيد ان احنا نقول ان هذا انا بقول مش بقول تفسير، مش كل التفاسير، كل التفاسير، حد يجيب لي اي تفسير اتكلم عن ان لا اكراه في الدين فعلا، وان هو في تسامح وفي حريه اعتقاد، مفيش نهائي. الوحيد اللي قال كده محمد عبده، والمنار بدا يكمله رشيد رضا، وما كملوش التفسير. هل بقى هم عملوا جهد وحاولوا بقى يكملوا هذه التفاسير ويعتمدوا كتب محمد عبده ورشيد رضا والمنار التفسير ان هو الايات دي ما تنسختش؟ نهائي. اللي بيدرس حاليا ليس محمد عبده وليس رشيد رضا، ولكن ما زال الزمخشري والقرطبي والطبري وابن كثير، اللي هم كلهم بيقولوا ما فيش تسامح دين، ما فيش حريه اعتقاد. ده التراث اللي هم بيتكلموا عن تشويه التراث، وكان التراث ده ليه قداسه. التراث اللي ليه قداسه ده بيقول لك ما فيش حريه اعتقاد. التراث اللي هو ليه قداسه ده بيقول لك ان قتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. التراث ده بيقول الاسلام ينتشر بحد السيف. التراث ده بيقول نكره الناس على الدين بدل الدين الاسلامي. ده التراث اللي هو بقى قاتلوا زنا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. يعني حتى ما حاولوش ياخدوا كلام نصر حمد ابو زيد اللي هو بيخلي النص القراني زمني وبيحرر الاسلام من الزمنيه القديمه الظروف والاوضاع بزمن لا. فهو التراث مشوه، ده هو الحل الوحيد. الحل الوحيد ان هم ينتجوا فقه جديد. انا قلت لهم لازم ينتجوا فقه جديد، لان هذا الفقه انتج في ظل صراعات سياسيه مستدامه. حتى الايه بتاعت ايه المرويه قصدي، او اللي هي منسوبه للنبوه، اللي هو من بدل دينه فاقتلوه. هم ما خدوش بالهم من بدايه المرويه. بدايه المرويه سياسيه بامتياز. راحوا لابن عباس فقالوا له علي بن ابي طالب حرق الناس، على سبيل الناس اللي كفرت يعني، مين اللي حرقهم؟ علي بن ابي طالب. فابن عباس بيقول لهم لا غلطان، ما يصحش، لا يعذبه بالنار الا رب النار. لو انا مكانه، لو انا مكانه
كنت قتلتكم لان من بدل دينه فاقتلوه. يعني هو بينسب لعلي بن ابي طالب الحرق، لعلي بن ابي طالب اللي هو المفروض افقه هذه الامه. رد عليه رد في منتهى الخطور، ويل ابن ام عباس، يعني انت جاي تعلمنا انا انا قصدي الحديث اللي بيعتمد حد الردة ده، اللي بيعتمد حد الردة لغايه دلوقتي على فكره الازهر ما طلعش قال ما فيش حاجه اسمها حد الردة، ما حصلش. اللي طلع وكان معايا الدكتور محمد ابو العاصي في حلقه عند وائل الابراشي مره، اللي هو كان طالع في العربيه قريب مع اسامه البحيري، واتكلمنا في حد الردة، قلت له اقول ما فيش حد الردة، قال لك لا احنا ايه الاستتابه، هو في استتابه للمرتد بس احنا الاستتابه ممكن تطولها شويه، ممكن نطولها لغايه اخر العمر. طب يعني زي انت بتعتمد الحد الردة بس بتقول الاستتابه نطولها شويه، طب هيقول لك لا هو الاستتابه 3 ايام بدل اعتمدت حد الرده، هقول لك انت جبت منين الاستتابه الطويله دي بالظبط. ولذلك لما هو بقى حرقه الكسازبه وهم كفروه قال لك هو ما طلع شيء وجد قديم، قال لك هو الكسازبه كان بيرميهم بالبونبوني ده، كان بيرميهم بالايه بالقناه فقال لك بقى دلوقتي ايه، ما علي بقى طالب حرق الكفار، ما هو هو الحديث اللي هو فيه من بدل دينه فاقتلوه. المروايات دي كانت مسيسه ليه؟ تخيلي ان كل الكتاب البخاري ده اربع حديث عن علي بن ابي طالب كلهم اساءه لعلي بن ابي طالب، مره مسمينه ابو تراب ومره مسمينه انه حرق الناس وكده، يعني ما جاتش سيره علي بن ابي طالب ليه؟ في ظل صراع عباسي علوي، فانت بتمجد ابن عباس الدوله العباسيه وبتنتقم من العلويين اللي هم جابوا بقى، هم عندهم طبعا الشيعه عندهم كتب كلها احاديث علي بن ابي طالب والائمه من بعده حاجه زي كده، فدول يردوا بكتب تمجد ابن عباس، يعني سياسه، يعني قصدي صنعت على عين السياسه. واللي بيقول لك بقى ان البخاري كنا هنصلي ازاي وما نصليش ازاي، للاسف الشديد مش مراجعين التواريخ. الفقه كله انتج قبل البخاري، يعني ابو حنيفه ده من 850 فقه ابو حنيفه، مالك مواليد يعني من 850 ابو حنيفه، مالك مش عارف من 96 ل 160 هجريا انتج فقه مالك والموطأ والكلام ده كله. وبعد كده الشافعي مالك ما بياخدش أبداً، كان بياخد افعال اهل المدينه، كان بياخد افعال وابو حنيفه ما خدش الا 17 حديث وتم سب وقذفه من ابن حنبل وكل اللاحقين، عشان هو يعتبر ان هو ايه كان بيضرب الشغل بتاعهم كله في مقتل، وان هو ما خدش الا 17 حديث من المئات الالاف الحديث اللي متطوره في الايه على ألسن العامه. جه الشافعي مات 205، احمد بن حنبل مواليد مش عارف 160 ده استاذ البخاري اللي هو احمد بن حنبل، البخاري بقى اتولد 196 او 196 94 ممكن وانتج هو 16 سنه، يعني بنتكلم انه مثلا بدا ينتج على 200 وايه على 210 يتعلم اللغه العربيه يا استاذي، ده هو ابتدى يتعلم الحديث وعنده 16 لما جه ما كانش اعجمي تمام، يعني كمان اعجمي، يعني اذا يعني عندنا مدونة ابو حنيفة في الفقه والصلاة والجنازة والطلاق والزواج وكل حاجة، وعندنا مدونة مالك صلاة وكل حاجة ونجاسة وطهارة وكلام من ده، مدونة مالك والمالكية بعد كده عملوا طوروا الفقه، وعندنا الشافعية وطوروا الفقه، وعندنا ابن حنبل، يعني جيل البخاري يعمل ايه؟ ما حدش يقول لي كنا مش هنصلي ازاي؟ ده الناس دي عملت فقه ومدونة فقه في كل التفاصيل. جه هو بقى يقول لك بقى زواج المتعة ويقول لك الانتحار ويقول لك ما نعرفش ايه اللي هو مدون في البخاري. فايه القداسه اللي بتدوها للتراث بهذا الشكل؟ ده خطر جدا. طبعا انا عندي حالات كتير عاملها رفع القداسه عن البخاري، لان هو في مصايب، يعني هو الموضوع في مصايب، يعني لو حد عايز يشتم الاسلام. استاذ سامح، سؤال مباشر، البخاري لو اتلغى الدنيا هتبقى بيس والاسلام ده حلو قوي، هو دلوقتي بيحيد صدقني على 2023 على نصها زي اليومين دول كده، هنلتقي مع بعض ونناقش الاصدار الجديد لصحيح ابن سلمان، صدقني هو قال لك 100 حديث بس ابن سلمان هو قال لك 100 طيب دلوقتي انا هو السؤال برضو انا واجهت السؤال ده، انتوا 10 تهم تكفير للمسلسل بيناقش حاجه في الاحوال الشخصيه، طب ابن سلمان اللي طلع في فيديو علني وبيقول لك ان احنا نشرنا الوهابيه استجابه بتاع الغرب، وان احنا والحديث دي كلها احاد ومش هناخد بيها، وقال ان احنا عاملين ترفيه عشان المصالح المرسله وعشان ال 30 مليار بيطلعوا سياحه بره من السعوديه، فاحنا بنعمل سياحه جوه فعملنا الترفيه، وان كل الحديث دي هنفورها وهنعمل 100 حديث وعلى وشك ينتجوه. ما حدش قال ليه ان هو بقى بيهاجم السنه وضيع 3/4 الدين وما اعرفش ايه والكلام ده كله، واحد اتكلم للشيخ الطيب بيقول
لا ضرر، لا ضرر في ان احنا ناخذ بالاحاديث المتواتره فقط. ما فيش احاديث متواتره او الغاء الاحاديث الحاد. الشيخ شلتوت قال ده كان شيخ الازهر، قال جمعنا الناس عشان نسالهم على الحديث المتواتر. كل الكتب السته موجوده، فقال ايه؟ اختلفنا على حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، ولم نتفق الا على حديث واحد، اللي هو ايه؟ من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، اللي هو الحديث اللي بيهدد كتب الحديث. يعني الحديث الوحيد اللي اتفق ان هو متواتر اللي هو بيحذر وبيهدد كتاب الاحاديث. بص يا استاذ سامح، في نقطه مهمه قوي، عماله بقرا كتاب كده فشفت في عام الحره لما يزيد ابن معاويه تولى الحكم ورفضوا اهل المدينه انه يدوله يبيعوه، فبعت على راس بعت عقبه مش فاكره ابن مسلمه تقريبا او مين، بعته على راس جيش 1000 مقاتل و15 ألف راجلين، يعني ناس كده. قال له والله كلمهم وافقوا أهلا وسهلا بها ونعمة ومش وكفى الله المؤمنين شر القتال، ما وافقوش يعني أحسن فيهم القتلة. في اليوم معظم الصحابة اتقتلوا، معرفش كام 800 باين ولا من الحفظة القرآن ورواة الأحاديث. طب الكلام ده بعد وفك بكارة 1000 امرأة اغتصبوا النساء بالضبط كده. يقال ان حبلت في هذا في هذا اليوم اكثر من 100 امرأة في المدينة. ايوه طبعا فزعوا وقالوا له يبايعوه ان هم خولة، يعني ان هم يبقوا عبيد، يعني كمان البيعة مش بيعة بقى ان هو لا، ان هم يبقوا عبيد للخليفة. ايوه خد منهم البيعة. أيوة. ان هم يبقوا عبيد للخليفة. خدوا بالكم يا جماعة مين العبيد، احنا بنتكلم على مين؟ الحسن ابن علي والحسين بن علي الانصار. لا الانصار اللي كمان اللي هو الرسول قال فيهم قال من حبني حب الانصار وحاجات زي كده، او ما حب الانصار حباني. يعني الرسول لما الايه انت هتجيب منين متواتر في ظل حروب الرده ومن بعدها عام الحره، هنجيب منين متواتر؟ بس ما علينا، نعمل سكيب للنقطه دي. انا الاسلام هيكون صاغ سليم وزي الفل لما نشيل البخاري، ولا القران لسه فيه مشاكل؟ تاني نقطه مهمه جدا، ماشي. يعني اول حاجه احنا عندنا مشاكل متعدده. اول حاجه التفاسير فيها مشكله اللي هي بتخص القران، فاحنا عايزين نعمل تفاسير حديثه، ولازم ناخد بزمنيه النص، لان هو معنى ان هو يقول لك ايه، لان هو القران في اغلبه مجمل غير مفصل، وان هو متشابه غير محكم. يعني هم اختلفوا حتى هو محكم ولا متشابه، ففي ناس قالوا في محكم وفي متشابه، وفي ناس قالوا كله متشابه وبرضه مستدين نص القران، وفي ناس قالوا كله ايه، كله محكم اللي هو كتاب حكمت اياته. طيب دلوقتي انا عايز اسال سؤال، هل الازهر او مجمع البحوث الاسلاميه اللي كان موكل اليه التطوير والتجديد وكلام من ده، هل مسكوا 6000 ومش عارف 260 ايه دول وقال لك والله الايات اللي هي قطعيه الدلاله اللي هي محكمه 500 ايه 600 ايه وهم دول؟ ما حصلش، لان كل حاجه فيها خلاف. فالقران ممكن في بعض الايات القرانيه لازم يعاد تفسيرها ويعاد تاويلها او يعاد تزمنها انها حصلت في زمن معين وفي ظروف معينه. كل ايه ليها سبب نزول، وللاسف مش كاتبين تقريبا في القران الكريم كله حوالي 800 ايه بس اللي اتكتب او ذكر سبب نزولها، والباقي عايم. المفروض يتعمل حاجه اسمها انسنه الاسلام. هو كان الدكتور سعد الهلالي اللي يكتب مهم جدا، بنصح الناس المشاهدين هم يقروه، انساني الدوله، كتاب مهم جدا. وقال لك الحدود دي مش دي كانت اجتهاد، يعني حتى موجوده في القران، وان ممكن نعمل عقوبات عاديه. قال كلام مهم جدا لدرجه ان انا كنت سمعت ان هو كان هيسميه علمانيه الدوله، وبعدين في الاسلام يعني، وبعدين حد نصحه وقال له الكلمه صادمه ولسه يعني سمعتها سيئه، فسماها انسانيه الايه؟ الدوله. فالمفروض ان احنا ننسن الاسلام. ننسنه ازاي؟ يبقى في توحيد، في روحانيات، في تحقيق الامتلاء الروحي، الناس تؤدي فروضها، برضه لما تؤدي الزكاه بتعمل تكافل اجتماعي وكلام من ده، ويبقى اخلاقي. يبقى في بر الوالدين، يتعمل ناس تقعد تعمل الخطاب اللي الخطاب الموحد يتعامل في المساجد ده، يتعامل منظومه، يبقى تنميه بشريه، يبقى كله اخلاقيات، حقوق الجار، ازاي نكون نتبسم في وجه اخيك صدقه، كل ده يبقى احنا بننتج اسلام انساني. الازهر يا استاذ
ايه؟ مؤسسة الأزهر هنعمل فيها ايه؟ ما احنا مش محتاجينها بقى لو عملنا إنسانة للإسلام. ما هو واحد زي سعد الدين الهلالي اهو قام بدور وعمل كتاب اسمه إنسانية الدولة يعتمد ده ويدرس. ما احنا انا برضو ضد فكرة ان هو التعليم الازهري ده لازم يتلغى يعني للاسف الشديد، ويبقى الناس تخش الازهر. انت بتجبر عيل عنده 5 سنين ان هو يخش تعليم ازهري ما اختارش هذا الطريق، وتجيب لي ناس 50% يطلعوا هم الشيوخ. قلت لهم قبل كده وزعلوا، ما هو ده الواقع يا جماعه. صحيح. ما هو اللي بيسقط سنه واثنين وثلاثه واربعه وفي الاخر ينجح ما يلاقيش نفسه في وشه الا اصول دين ودراسات اسلاميه، روحوا راجعوا التنسيق. يعني ليه تجيبوا لنا شيوخ 50%؟ يعني ما احترمنا الناس اللي هي قدرتها في التحصيل اقل، كان ربما ينفعوا في حاجه تانية. هم لو كانوا في تعليم عام كانوا دخلوا دبلوم، اتعلموا صنعه، اتعلموا حرفه، بقوا فنيين شطار. يعني مش شرط ان انا تجبرني اطلع عالم دين، ما اخترتش انا الطريق ده، وفوجئت ان انا لبست ان انا بقيت عالم دين واطلع المنبر. فانا قصدي يعني لازم اعاده انتاج الازهر نفسه من جديد بالغاء التعليم الازهري، بادخال الازهر غير المسلمين. ده ضروري ومهم جدا. ليه؟ لان هو دلوقتي دكتور الازهر نفسه وهو بيحضر في ناس عارف ان فيهم ناس ملحدين او ناس لادينيين او ناس ربوبيين، وكل واحد بيعبر عن توجهه بكل حريه. تقول انه تتحول الى كليه لاهوت مثلا؟ بالظبط كده، مفيش حل غير كده. يلغي كل التعليم ما قبل الجامعي ده وتتحول لكليه لاهوت. لما تبقى كليه لاهوت هتبقى عقلانيه، الدكتور هيبقى بيكلم ناس مش كلهم مسلمين، مش هيقول لهم النص بيقول وانتم بتعترضوا على القران وانتم مش عاجبكم القران، لا هيبدا هيطور نفسه، هيضطر يطور نفسه ويقدم خطاب عقلاني، ويقدم خطاب عقلاني، ويتلغى موضوع العمه والكاكوله ده اللي هو جابه لنا الدوله الفاطميه. ده لبس الشيعة، المفروض اهل السنه ما عندناش رجال دين. ده حقيقي مش ده 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 حقيقي مش هو ما دخلش هذا الزي الموحد الا في عهد الدوله الفاطميه والفانوس. انما احنا الفانوس ده في القرون مفيش مشكله، انما الرجل دين يبقى لابس عمه وكاكوله وله ايه وقرر رجل الدين، وبعدين يقول لك انتوا بتهينوا رجال الدين، وهو جايبينهم بعمه وكاكوله في المسلسل. بس هو على فكره المسلسل قدم احمد الشرنوبي اللي هو الايه الشيخ المتفتح وما اعرفش شو كلام منه، وقدم الشيخ الثاني بتاع الترندات وبتاع المصالح وبتاع الكلام، وقدم الشيخ المتشدد. يعني هو قدم انواع، هم بشر ولا مش بشر انا مش فاهم. يعني هو قدم انواع متعدده. ما هو في كل مهنه انت بتقدم طب، بتقدم طبيب فاسد وبتقدم طبيب كويس، في المحاماه في محامي فاسد، وتقدمت في كل الاعمال الفنيه. لما يجي بقى عادل امام يمثل دور محامي، يعني الافوكاتو ما اعرفش ايه كلام من ده، كل المهن فيها كذا، المدرسين في مدرس كذا وفي مدرس كذا، كل المهن دول مش مقدسين شيوخ الازهر. فهو حتى المسلسل جايب انواع الشيوخ كلها، المتسامح والمتفتح والمتشدد وبتاع الترند وبتاع كلام من ده، جايب كل الايه كل الانواع بتاعت الشيوخ. فانتوا مش مقدسين ومش منزهين. وبعدين ما الافلام بتاعت اسماعيل ياسين زمان وعبد المنعم ابراهيم كان بيجيب الشيوخ، ما اعترضوش عليها ليه؟ يعني انا مش فاهم. يعني الموضوع ده دي دراما، ومش عايزين وصايع على الفن، مش عايزين وصايع على الفن ولا الاعمال الفنيه ولا الاعمال الدراميه، ان انا لازم ناخد موافقه الازهر على عمل درامي. ان المفروض في حريه ابداع، يقدم نقده بعد كده، ما يقدم نقده يطلع يتكلم يقول والله المسلسل تحفظ عليه كذا في الناحيه الفقهيه كذا، انما مش بيطلع بيان تكفير. طيب النهارده لما يجي يتكلم على عايزين نجيب بقى الطرف، نتكلم من الناحيه الثانيه، نناقش المسلسل نفسه. المسلسل علشان يكون واقعي ويقنع الناس جايبين الزوج راجل بصراحه يعني ما يتعاشرش اصلا. صحيح. وشريف سلامه عامل الدور بشكل بصراحه من اول مره اشوفه في دور سمج يعني سماجه. دليل ان هو ممثل قدير، يعني كله ادواره قبل كده كانت لايت. يعني نيللي كريم احنا مش تايهين عنها يا جماعه. طبعا نيللي كريم خزان احزان الصراحه طول الوقت بتجري ورا الجاكيت. ده لما جت في بيت وش بس الدور يعني فكاهي شويه، الناس قالت كويس غيرت جلدها وبتاع. الناس بقت تقول يا ترى هي دي اسمها ايه ولا غير ولا مش هي. النهارده هل ده المسلسل انتصر للمراه بزياده قوي وجه كتير على الراجل؟ ان مفيش راجل في راجل مصري بس مش في كل العبر دي. في الراجل الناطع بس اللي خلاه تنطع مراته، انت استحملت من البدايه انه ينام في البيت وانت اللي تضطري تروحي تستلفي فلوس او تشتغلي تمسحي سلم وتعملي معرفش ايه علشان ترضيه، عشان تعملي له انت اللي تستاهلي.
هناك الموظف برضو البخيل الجلدة اللي بيشتغل وبيضطر ان مراته تدفع اللي وراها واللي قدامها، وبتبقى ماشية مبهدلة وتتشعبط في الميكروباصات. انت السبب يا حبيبتي، انت السبب، انت من البداية. انا اعرف اسر كتير جدا وقرايبي، البنت مثلا مامتها بنت على فكرة، والله العظيم امي كانت بنت خالتي، بتقول لها عملتي يا غدا ايه النهارده يا اسماء؟ قالت لها ما عملتش. ليه يا حبيبتي؟ ده جوزك قرب يجي من الشغل. قالت لها ما هو ما سابش فلوس، مش عامله اكل، عشان لما يجي ينام جعان، ينام بالساعه بتاعت العصر دي جعان، يعرف انه يفتكر كل يوم يطلع من المحفظه فلوس ويسيبها. طب ما انت عندك في البيت. قالت لا، هو عارف ان لازم يسيب فلوس، يعرف منين انا ما عندي ملح او ما عنديش، عندي زيت ولا ما عنديش. لا، ففي بنات، ودي كانت عندها 23 سنه او 24 سنه، لا هي دماغها كويسه، وفي واحده ست بتقول لك هعمل ايه؟ ما هو ده اللي مكتوب عليا، هنزل انا اجيب، وانا هنزل اتصرف وهنزل اعمل، هو بيتنطع وبيتكل على كده. لو الست من البدايه زي ما الامثال البلدي بتاعتنا بتقول جوزك على ما تعوديه، فخلاص هو هيتعود يشيل المسؤوليه. قليل من، هل الراجل في المسلسل ده اتظلم بزياده؟ هو بس ميزه ان احنا بقى بنتكلم ان احنا التشعيب بتاعتنا وضعيه، يعني البشر اللي وضعنا، وده شيء ايجابي مش سلبي، ان احنا ما بنقولش ما بندعيش ان ده تشريع رباني، عشان احنا بنجرب ونعدل. طبعا المجتمع فيه انواع مختلفه، طبعا فيه ستات سيئين وفي رجاله سيئين، فانت بتحاول توزن وتحط قانون يطلع فيه ثغرات تبدا تعدل، وعشان كده القانون بشري، عشان كده القانون بشري ان هو ينزل ويتعدل ونجربه ونشوف ايه اثاره السلبيه. انما برضو عشان نكون واقعيين، المجتمع المصري مظلوم، الطبقه الوسطى في مصر مسحوق، يعني الراجل يعني بتكلم بشكل عام في المطلق، لا الراجل مش ناطق ولا حاجه، بس هو الظروف ضيقه، يعني هو حتى لو اشتغل شغلتين وجاب 5 6000 جنيه في واشتغل 14 ساعه في اليوم مش هيكفي بيته. واصبح الوضع فعلا في الاغلب العام الست بتساعد في 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 في, في دخل الاسره وبتشتغل، مفيش المراه اللي هي قاعده في البيت زي زمان. النسبه الكبيره دلوقتي مراه عامله في المجتمع المصري، وفعلا انت لو جيتي في العصر اللي احنا فيه ده، لو اتنين اتجوزوا وكل واحد بس الراجل اللي شايل البيت مش هيقدر يشيل البيت، خد 3 خد 5 خد 7، مش هيقدر يتحمل مصاريف اسره واطفال واولاد، لان الاعباء بقت ضخمه جدا. فاصبحنا لو احنا بنقارن بالمجتمع الاوروبي، من المجتمع الاوروبي مفيش حاجه اسمها واحده ما بتشتغلش، كله بيشتغل وكله بيساهم في 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 في, في تكاليف المعيشه حسب طاقته. احنا بنتكلم على عموم الناس، ما بنتكلمش على واحد بقى غني وبخيل، احنا يعني بنتكلم على عموم الناس اللي هي الطبقه الوسطى، حتى لو اشتغل في ظل المرتبات الموجوده 3 و5000 للخريجين الجداد، ده يعني يفتح بيت يعيشوا على الكفاف في ظل اجيال كلها متطلعه وعندها موبايلات وعندها وسائل اتصال. ودي بقى المشكله، المشاكل الاجتماعيه المفروض الازهر يتصدى لها. بنتكلم عن مستوى عنوسه مرتفع جدا، بنتكلم عن معدلات طلاق ضخمه جدا، جزء منها بسبب الاقتصادي، بنتكلم عن ان هم ما تدربوش وتعملهمش تنميه بشريه قبل الجواز وتبعاته، ويعرفوا المسؤوليات الجديده اللي عليهم. ده المفروض بقى يقوم بيه الشيوخ ويقوم بيه بتوع الكنيسه، ان هم بقى يعملوا دورات تدريبيه. والله يا استاذ، والله يا استاذ، يقوم بيه اساتذه الاجتماع، علماء الاجتماع في المجتمع، وعلماء الاجتماع يقوموا بيه. بس انا قصدي ما فيش مشكله ان ما اصل خلي بالك، في نقطه مهمه جدا، في 55,000 جمعيه في مصر كلهم مساجد، في الاغلب العام كلهم مساجد. فالجمعيه اللي موجوده في المسجد دي يعني بتقوم بنشاط ثقافي واجتماعي وكلام من ده، مش لازم يبقى هو الشيخ، ما الشيخ يجيب معاه دكتور تنميه بشريه يدي دوره، يجيب معاه دكتور علم اجتماعي يدي دوره. انا بتكلم على الجامع مش كواعظ دين، انا بتكلم كجامع كمؤسسه اجتماعيه متسجله رسمي في الشؤون الاجتماعيه، ساعات بتعمل مش عارف حاجات طبيه مخفضه، ساعات بتعمل مش عارف دروس تقويه مخفضه، فعندها مكان مرفق بالمسجد، او حتى المسجد نفسه يصلح ليه عمل ورش وورش نقاشيه، ناس مقبله على الزواج، تشجع على الجواز، يقوم بدور الخطبه بتاعت زمان في الحي، يوفق الناس مع بعضيها. يعني مش ضروري ان الشيخ يبقى هو اللي بيتصدر كل المشهد، لا، يعني لما يكون عايز دكتور تنميه بشريه يجيب، عايز دكتور علم اجتماعي يجيب، ما يبقاش هو، احنا ما بنتكلمش على راي الدين، احنا بنتكلم عن تجارب بشريه وانسانيه. فانا قصدي ده دور اجتماعي، انا بتكلم على الجامع كجمعيه مشهره ومسجله في شؤون اجتماعيه رسمي كتير جدا. أنا اذا كان هو الجامع 140,000 جامع في مصر، في 55,000 منهم متسجلين جمعيات وبيجمعوا اموال. طبعا كل للاسف الشديد بيقوموا بانشطه ساعات دينيه، انما لا، انا عايز يبقى في نشاط اجتماعي وثقافي، يجيبوا فيلم يكون ليه دور اجتماعي، او مؤسسه زي الافلام الهنديه عن التعليم، او
او حاجات زي كده. يعني قصدي يبقى الجامع نشاطه متعدد ومتنوع ومتفتح، مش لازم دروس تقويه بس وايه وكشف طبي. انا بتكلم على الجامع دلوقتي كجمعيه موجوده في الشؤون الاجتماعيه، والكنيسه ايضا برضو الكنيسه عندهم نشاط اجتماعي وثقافي بيمسوه في الكنيسه ساعات كل يوم جمعه، لان الجمعه اجازه عندهم الحد مش اجازه، فالناس الطلبه ما بيجوش الحد، فبداوا يعملوا نشاط اجتماعي وطلابي وثقافي للطلبه يوم الجمعه واحيانا السبت. فالكنيسه بتقوم بنفس الدور عشان برضو تعمل الشباب يتعرفوا على بعض، يبداوا يحصل حالات تقارب او حب فيبداوا يتجوزوا، بيسهلوا الامور يعني بهذا الشكل. يعني حتى لو على مجرد لغة اجتماعي وثقافي الناس تعرف بعضيها في الحي، بدل ما المجتمع المدينه يعني القريه معدلات العنصر فيها شبه صفر. ليه؟ لان الناس كلها عارفه بعضيها. المشكله في المدينه بيسموها الاسر النوويه، بتلاقي الشقه فيها 2 3 بنات جارهم اللي في الشقه ما يعرفهمش وما احتكوش ببعض وما تعرفوش على بعض، مش زي زمان الناس بقى بتدعى في الشارع مع بعض. لا، الاجواء دي انتهت دلوقتي. دلوقتي الناس ممكن تقعد في عماره 6-7 سنين ما يعرفش جيران، فالناس مش عارفه بعضيها. فالمفروض الجمعيات سواء بقى جمعيات حقيقيه موجوده، لان للاسف الشديد معظم الجامعات دلوقتي هي جامعات بتاعت الجوامع، يعني الجامعات الثانيه اذا كانت بقى جامعات حقوق انسان، انما مفيش جامعات بتقوم بدور اجتماعي حقيقيه موجوده في المجتمع. وده برضو ده مشكله في الجامعات الاهليه والمجتمع الاهلي. يعني فين المجتمع الاهلي وفين تنميه المجتمع الاهلي؟ ان يبقى في جمعيات مش هي المسجد، لا جمعيه فعلا دورها بس مثلا رعايه الام اللي هي مثلا زي اللي هي بيعملوا لهم دور يعني مطلقه او مشابه ذلك، او ان هو يساعدوا الناس على الجواز، او ان هم يعملوا تنميه بشريه، او حتى يدربوا على المهن والحرف ويأهلوا الناس لسوق العمل. الناس بتطلع من الجامعات مش مؤهله لسوق العمل. فبرضه قانون الجامعات الاهليه المفروض يتطور، لانه انا فاهمه ان قانون الجامعات الاهليه الحالي مليء بكثير من الثغرات وشبه معوق بسبب ان في تخوفات من ان كانت الجامعات الدينيه هي اللي بتسيطر. ماشي، ما انت ما مش عشان في حاجه فيها مشكله تعالج المشكله، انما ما تقفلش. يعني في مشكله في التعليم في مدرسه او في المنهج، نوقف المدارس ولا نغير الحته الثغره اللي في الـ دي نقطه. النقطه الثانيه بقى موضوع التعليم، انا مش قادر افهم لغايه دلوقتي ازاي عقبه بن نافع بيدرس اولى اعدادي حتى الان، شالوا منه بعض الحاجات، انما مازال عقبه بن نافع مازال مش عارف عن طرب الشداد. فكره البطوله بالسيف هي متصدره المشهد القصصي في الاطفال الصغيرين. صحيح، فبيصبح البطل عنده هو اللي بيحارب بالسيف، البديل بتاعه يبقى المقاتل بقى بالودائيه او كلام من ده. فانت متهيئ الناس ده غير بقى انها حرب دينيه. حتى الكلام ده كان بيأثر على المبدعين في مصر. لو تلاحظ سلسله عاشور الناجي والمعرفش ايه واولاد كله برضه الحرافيش وبتاع وكلام من ده. الحرافيش، ايوه السلسله دي كلها برضه واخده نفس النموذج، مين اللي يقدر يسيطر على الحاره لغايه الفتاوي حتى جاب عرفه اللي هو العين اللي بقى هو اللي سيطر وعارف يعمل ايه ويود، وكان برضه جايبه فتوى فهي فعلا الحته دي انا اتكلمت عليها والله كم مره، بس انت اسهبت فيها يا استاذ وفسرتها بالظبط. اتفضل كمل. فانا قصدي يعني انا مش قادر افهم يعني اللي مكعبينا لغايه دلوقتي. احنا بقالنا 200 سنه كان انا حتى عملت حلقه عن الحداثه، ان هو طلع عبد الله رشدي في بوست كده على صفحته قال لك اياكم الحداثه، والحداثه دي علمانيه وهي الالحاد، ولازم انت تبقى قوي مش عارف اسمها مسلم وحداثي وكلام من ده. ورديت عليه في المهم في فيديو عندي على القناه. فاحنا من 200 سنه لما جالنا نابليون وفوجئنا، احنا كنا فاكرين ان احنا عايشين في الوهم، كنا فاكرين ان احنا اسياد العالم واحنا اللي بنحكم العالم واحنا الدنيا زي الفل والدوله الاسلاميه وكلام من ده. لما جت الحملة الفرنسية 1798 فالناس اتفاجئت. يعني الجبرتي يقول لك ايه؟ فكشف لهم عن الهادر الاسود الذي يدفع باشياء لا ترد ولا تدفع ويسمى عند اهلهم مدفع. اتفاجئوا بالمدفع واتفاجئوا ان في بنادق او في حاجات اسلحه متطوره، واتفاجئوا ان اخترعوا الكهرباء. يعني جمع الشيوخ جنب بعض وكهربهم فقالوا ده معاه جن. راحوا هم يجروا يقروا ايه؟ خلي بالك، يقروا في الازهر البخاري، يقروا في البخاري عشان ربنا يرفع عنهم الايه؟ ما رفعش عنهم البلاء. ان هو من ساعه النقطه دي واحنا خدنا الصدمه الحضاريه دي، جه محمد علي بقى يبعت الناس بره دفاع الطهطاوي وغيره برضه جم بعضهم منبهرين وحاولوا يقولوا اراء متطوره، بس خايفين على الهويه وخايفين على المجتمع بتاعهم والمجتمع الثاني ده غريب عليهم. وشافوا بقى راحوا بعد بعثات لا يقل عن 1000 واحد بعثهم محمد علي بالتتابع
يروحوا باريس، منهم بقى استنهولي وناس يعني، واستمر الموضوع وجه ناس كتير جدا درست بره فرنسا وكده. المفروض عشان نحدث المجتمع، نحدث المجتمع ما قدرناش نحدثه، او حدثناه من الناحيه الشكليه يعني، عمل جيش، عمل اسطول، عمل ما اعرفش ايه. انما تعالى بقى، ما هو اصل التطور اللي حصل في فرنسا ده مش تطور معرفي او صناعي، وراه فلسفي فكري، عصر الانوار. اسمح لي يا استاذ، لينك قناه استاذ سامح عيد على الشاشه دلوقتي يا جماعه، ارجو الاشتراك، هتستفيدوا جدا. الاستاذ بيعمل عارفين حاجه كده في الصميم، فيديوهات في الصميم يعني، ربنا يستر على الاستاذ بصراحه. ربنا يعدل خير. فانا قصدي الفكره ان هو يعني حاولنا، اللي هو بيقول لك ايه، الخوف على الهويه والخوف على الثقافه والمعرفش ايه، فاحنا ناخد اللي نعمل مصنع، انما مش عايزين نغير تغيير فلسفي، ففشلنا. ما هو التغيير الفلسفي كان قائم على ايه؟ اللي حصل في اوروبا واللي هم بيقولوا ما حصلش عندنا. اللي حصل في اوروبا ان هم دلوقتي الكنيسه عملت محاكم تفتيش كويس، وحرقت برون. الفكره كانت ايه بقى؟ ان هم دخلوا في العلم، يعني الكهنوت المسيحي دخل في العلم وقال لك الارض مسطحه، وقال لك ان الارض مركز الكون، وان الشمس هي اللي بتلف حوالينا. فلما جه كوبرنيكوس قال لهم يا جماعه ده الارض كرويه، ومش الشمس اللي بتلف حوالينا، ده احنا اللي بنلف حوالين الشمس. بالظبط كده، كفروه حكموه، وكانوا هيقتلوه لغايه ما قال لهم لا 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 انا رجعت عن كلامي وافكار. نفس الكلام حصل مع جاليليو، جم مع برونو قال لهم لا بقى الارض كرويه والشمس هي اللي بتلف حوالين الارض، احنا اللي بنلف حوالين الشمس. حرقوه، وبقوا بيروحوا حاليا الكنيسه تروح تحط ورده على قبر برونو ويعتذروا له ان هم يعني اعتذروه بالغلط. فبعد كده العلم انتصر، قالوا بقى الكنيسه بقى انت اركبي على جنب كده، مفيش دعوه بالفلك، احنا هنتعامل مع الطبيعه. وبعدين مثلا يجي يقول لهم ايه مثلا الاعصارات، لا دي قدر ربنا، الامطار دي قدر ربنا، مش عارف حصل رعد ده قدر ربنا، طب ده الناس ماتت، قدر ربنا هتعترض على قدر ربنا؟ لا طب اركبوا على بقى على جنب وسيبونا نتعامل مع الطبيعه. هم ما حاربوش الدين، هو حطوا الدين على جنب، اقعد بقى يعمل تنميه اخلاقيه، تنميه روحانيه لاتباعك، انما سيب بقى الطبيعه نتعامل مع الطبيعه بالعلم. هم بقى الشيوخ يقول لك ما حصلش عندنا كلام ده حصل. لا حصل، حصل محاكم تفتيش رهيبه جدا، من ضمنها اللي انت قلتيها الحره دي، من ضمنها قتل الجعد بن درهم، غيلان دمشق، السهروردي، الحلاج، قائمه طويله جدا كلها اغتيالات، قتل على الافكار وعلى التعبير عن الراي. وكان برضو فكره القضايا من ضمنها ان كل حاجه بقدر ربنا، وان الخليفه بيقتل الناس بقدر ربنا، انا مش انا اللي بقتل، ده ربنا اللي بيقتل بس على ايدي، فانا هنعمل لك ايه؟ ده قدر ربنا ان انا اقتلك، ان انا استبد. فحصل محاكم تفتيش. النقطه الثانيه، هل تدخلوا في العلم؟ تدخلوا في العلم، لسه لغايه دلوقتي في سلفيين بيقولوا الارض مسطحه، الكره الارضيه مسطحه، وهم لسه مقتنعين ان الشمس بتيجي من المشرق، ايه الشمس اللي بتيجي من الشرق وبتغرب من الغرب، الشمس ما بتجيش، ده احنا اللي بنلف، وموضوع الشرق والغرب ده لان احنا بنلف في اتجاه معين، هو ده الاتجاه اللي بيخليها تيجي من الشرق وتروح من الغرب، ان هي ما بتلفش. فالناس مقتنعين لسه، او ان الشمس بقى زي ما بيقول البخاري بتيجي تقعد عند تحت عرش الرحمن بالليل، وبعدين ربنا يقول لها لا انزلي الصبح، حرام عليك، الناس كده عايزه شمس. فكل الافكار دي افكار عفى عليها الزمن، فبيخشوا في العلم، بيخشوا في العلم، يجي في الطب مش عايزين نقل الاعضاء ولازم العمليات، وعدد البشر وعمر الارض، ده انا في كتاب بتاع، وان كان ادم 60 ذراع وما اعرفش ايه، ومفيش تطور. ده لما عبد الفريزي بالعجاب، ده لما عبد الصبور شاهين عمل لأبي آدم وقال لهم يا جماعة آدم مش أول الناس، وكان فيه قبليه البشر، وآدم ليه أب وأم، كفر عبد الصبور شاهين، اللي هو على فكرة عبد الصبور شاهين هو اللي كفر باين نصر حمد أبو زيد على ما أعتقد. بعديها بكام سنة اتكفر عبد الصبور شاهين لما قعد مع بتوع التطور وقالوا له بص الموضوع محسوم، وهم لقوا الإنسان الترندال ده بقى له مليون سنة، والكلام بتاع آدم ده اللي هو من 35 ألف سنة ده اللي هو أول إنسان مستقيم، والقصه بتاعت الخلق الكلاسيكيه اللي موجوده في التراث الديني مش صحيحه، وان كان في قبل بشر، بدا يعمل محاوله توفيق ما بين العلم. ما هو انت لو خدت الروايه الكلاسيكيه الدينيه مش هتفكر بقى في البحث ولا التطور ولا الكلام من ده، هتلغي التطور. فهو عامل يعمل حاول يعمل توفيق ما بين العلم والدين، يبقى اذا في صدام حقيقي ما بين الدين الكلاسيكي والعلم. حاول زمان ابن رشد يحاول يوفق ما بين الحكمه والشريعه، وحاول عبد الصبور شاهين يوفق بين نظريه التطور والروايه الكلاسيكيه، حاول يأول الايات القرانيه بحيث تتوافق مع فكره التطور، لان خلاص هم لقوا انسان معتدل بقى له مليون سنه وبقى له 4 مليون سنه، مش عارف اثيوبيا فين وكلام من ده، اكتشافات لا تقبل الشك. الكربون الاسود يغلط في 50 سنه في 100 سنه، بس احنا بنتكلم في مليون سنه. الروايه التاريخيه بتاعت ادم بتقول 35 ألف سنه،
طب قبل 35 ألف سنة كان في إنسان مستقيم قام، يبقى إذن آدم ليه أب وأم. طب نعمل إيه مع الآيات؟ نبدأ نعيد تأويلها، وده اللي عمل عبد الصبر شهيد. يجي المتشددين يقول لك لا هو آدم ربنا خلقه مش عارف كذا، والمرأة خلق من ذكر أعوج. في ناس بتقول والله العظيم مهندس اي تي عامل جروب فيه على الكلاب هاوس، في داخل على 30,000 مشترك، وناس الروم الواحده اللي بتبقى مليانه زحمه صراحه انا بحضرها، بس دي بحضرها قرب ما باجي انام لان بيقول حواديت. فده حقيقي والله، بيقول لك احنا المسطحين، نحن نؤمن ان الارض مسطحه. طيب اتفرجي بقى. المشكله ان هم بيقول لك ايه، ما حدش يتكلم في الدين غيرنا، والمهندس بيتكلم في الهندسه، هم بقى عايزين يخشوا في كل حاجه. الطب يجي يقول لك لا ما تشيلش الرحم الا لما تاخد فتوى، مش عارف ما تعملش مثلا ربط مش عارف ايه عشان مثلا تحديد النسل، او لو الا فتوى شرعيه، نقل اعضاء كانوا رافضينه، موضوع القلب الخنزير رافضينه، فداخلين في الطب بتقلوه، والمعاجين والحاجات الادويه اللي فيها مثلا دهن خنزير يقول لك لا حرام، وحاجات زي كده. يجي الهندسه يقول لك اه ما انت لازم تبني مش عارف الحمام مش عارف اتجاه ايه من القبله وبعيد عن القبله ايه وتعمل ايه وهكذا. عايزين يخشوا في الهندسه ويخشوا في التفصيلات المعماريه من وجهه نظرهم. بيخشوا في التجاره طبعا، يقول لك البنوك حرام والربا حرام، وتيجي تقول لي في المعاملات لا مش عارف ايه الاسلاميه والمراحه الاسلاميه حلال بس ده حرام. دخلوا في الاقتصاد، طب البورصه، طب البيتكوين، دخلوا في البيتكوين. عبد الله دخل حرام بيتكوين حاجه اقتصاديه، يعني دخلوا في الاقتصاد، في الزراعه، داخلين في كل حاجه، عاملين وصايا على المجتمع، الحياه الاجتماعيه بتاعتنا عاملين طبعا وصايا. انت مش عارف تعمل دراما لما تاخد اذن، مش عارف تطلع، يعني كانوا طبعا حتى الان الازهر عندنا محرم ظهور الصحابه. طب ما السوريين خلاص طلعوا بقى، طلعوا عمر بن الخطاب وطلعوا مسلسلات للركب فيها صحابه، طلعوا الرسول وهو صغير وحصل ضجه وبتاع وكلامين، خلاص الزمن بيتجاوزهم. يعني انت ما هو السلفيين كانوا محرمين الصور، كويس، محرمين الصور، ما هم بيعملوا فيديوهات دلوقتي وخلاص بقت الصور حلال ويطلعوا بصورها، يعني كانت محرمين التماثيل. الزمن بيتجاوزهم، يقدر دلوقتي يحرم للجيل ده بتاع الانستجرام ده الصور ده الشباب الصغير بينزل في كل يوم 50 صوره، مين اللي هيقول له بقى الصور حرام؟ فالزمن تجاوزهم، فبداوا خلاص لا مفيش مشكله في الصور وكلامين. الديمقراطيه كانت حرام بقت حلال طبعا في 2012، ودخلوا انتخابات وخدوا 100 مقعد. يعني اذا هو احنا برضو يعني عاملين نكسب ارض. تعالي شوفي عبد الله رشدي في الفيديوهات الجديده اللي عاملها في رمضان، بدا يتراجع بقى ويتكلم عن الجهاد الطلب لا، وان نقاتل الذين يقاتلوننا فقط. قال بقى يعني احنا اهو احنا اصلنا في عبد الله رشدي نفسه بدا يجيب ورا، شوفوا اراءه الجديده عن الموضوع الجهاد الطلب او الغزو، قال لك لا المواطنه مفيش حاجه اسمها جواري، واتكلم عن حقوق الانسان وميثاق الامم المتحده. عبد الله رشدي عبد الله رشدي بيتكلم عن ميثاق الامم المتحده، وان الدنيا اتغيرت، وان ما ناخدش كلام زمان، لان ده وهو قال ان انا لابس بدله اهو من 200 سنه كنت بقى فاسق وكلام من ده. يعني هو بيتكلم عن الزمنيه اهو، بيتكلم عن زمنيه النص، وبيتكلم ان هو في تطور، وان احنا ناخد بحقوق الانسان، وناخد مفيش جواري وكلام من ده دلوقتي، ومفيش حاجه اسمها نغزو اهو. احنا بدلنا مع الوقت نقصر، ويطلع مثلا شيخ الازهر طبعا يقول اراء ايه، ما حدش بقى يقدر يقول اراء ثانيه، بس بيقولها في الغرف. ما انت المشكله ما بتقولهاش، بس موجوده في الكتب اللي بتدرس. ما انت كده هيبقى لغه مزدوجه، لغه شفهيه للعلاقات العامه تتقال في اوروبا وامريكا، ولا اكراه في الدين وكلام من ده، من شاف اليوم وشاف فليكفر ولست عليهم بمسيطر. طيب هذه سبيلي ادعو الله على بصيره، وما لغتش التفاسير. سؤال الاستاذ سامح، حتى الان انت رجلنا، ولكن يوم ما تعلمن الدوله، يوم ما تعلمن الدوله هتحتازي حزو المستشار احمد عبده ماهر، واول ما تضرب تضرب في اللادينيين. انت الان تأمر بالحداثه، والحداثه تستدعي تقبل الاخر، وكل اطياف المجتمع من حقها ان تعيش وبكرامه وتعرف وتعبر عن نفسها. هو حر. لا انا اتكلمت في حلقات كتير جدا، انا متسامح جدا مع الالحاد، وبلتمس لهم العذر من وجهه نظري اللي حصل في العشر سنين اللي فاتوا، واراء الشيوخ واراء الكتب. تلتمس العذر كل ده سامح. تلتمس العذر معناه ان هم غلطانين عشان مش فاهمين. لا هم على فكره ده فيهم دكاتره واطباء ودرسوا فيزياء وعارفين كل حاجه. لا مش قصدي كده، انا قصدي ان هو من وصل بعقله للشك اصلا. انا كاتب الكلام ده، يعني قصدي قايله، يعني ابو حامد الغزالي قال ايه، ابو حامد الغزالي اللي هو الشيخ الاشاعره الكبير، مش محمد الغزالي بتاعنا، قال أيوه وجدت أيوه. ابن يهودي يهودي، وابن المسلم مسلم، وابن المسيحي مسيحي. فروحت واخد خطوه لورا، اللي هو راح لمربع الشك زي ما هو بيقول يعني. وبعدين بدات ادرس الادين واقارن، وبعدين اخترت الاسلام. تمام كده.
يبقى اذا ابو حامد الغزالي نفسه راجع لمربع الشك. النقطه الثانيه الشيخ الطيب نفسه قال لك لما سالوه عن في محطه تلفزيوني لما كان لسه ايه رئيس جامعه فقالوا له المسيحيين اللي في اوروبا والناس دي هل دول كفار؟ قال لهم لا دول اهل الفتره وان هم ايه ما عرفوش الاسلام بوجهه الصحيح. وقال لك لما من لم يصل اليه الاسلام وصولا مشوقا حتى قالوا قال فهو من اهل الفتره لا يحاسب. فانا قصدي كل الناس دي اللي سمعت عن الاسلام كلاما سيئا ليها حق انها تاخد هذا الطريق. مش انا مش مقتنع باللي هم بيعملوه بس هم حرين، بالعكس كل الحريه لهم. وبعدين احنا بنتكلم على 12% لو بنقتنع بمجتمع متنوع. طبعا في ناس كتير بتقول انهم اكتر من 12% بس علي جمعه في فيديو مصور قال عملنا استبيان لشباب مش عارف من 18 ل 35 سنه وان هو يقول وجهه نظره في بعض الحاجات بحيث يبين رايه الديني. فانا قال كنت فاكر انهم 2 او 3% لانه 12% ملحدين. وانا اقول لك ان في ناس من الاخوان الحدوا. فاحنا بنتكلم عن 12 مليون واحد معانا في المجتمع وصاحب في الشغل يقعد معايا في القهوه. اتمنى تقول لي من انهي شريحه فيهم اللي الحدوا، شباب ولا كوادر؟ لا ما الغالبيه الشباب، يعني شباب لغايه 40 سنه، يعني قصدي في عشرينات وفي ثلاثينات وفي اربعينات، يعني لان هو شك في المنظومه كلها لان هم بيقرضوا الاسلام بالاخوان المسلمين هي الدين. اللهم امتني اخوانيا. ايوه صح. فهو لما شك في الاخوان خلاص والنبي قدوتنا بالظبط. فهو لما شك في الاخوان في التنظيم نفسه مع الوقت شك في الاسلام نفسه، لان هو شك في حسن البنا، شك في قياده الاخوان اللي هي جماعه ربانيه. طب ما انتوا الاسلام، انتوا بتقولوا احنا الاسلام وغيرنا مش هخش الجنه وحاجات زي كده، واحنا الطائفه الناجيه. طب انتوا الطائفه الناجيه طلعتوا يعني كذابين وافقين وكده. فخلاص فبعضهم مش كلهم بس بعضهم ايه الحل. وبالتالي المجتمع، فانا مش فكره ان انا بلتمس العذر، فكره ان هم يعني انا منطقي ان هم اللي هم عملوه ده بشكل او باخر بتشككهم او ذهبوا لمربع الشك. ما هو ايه مصطفى محمود قال رحلتي من الشك الى الايمان، تمام؟ يبقى اذا الذهاب لمربع الشك انا شايفه منطقي. وربما يكون ابو حامد الغزالي قال لك ايه يعني اتهم المسلمين وراثه دول ان هو ليس اسلاما حقيقيا، قال ان الايمان بلا شك هو ايمان غير حقيقي. يعني في هذا السياق ده مين؟ ابو حامد الغزالي. انت اتولدت مسلم فخلاص بقيت مسلم. فاذا الذهاب لمربع الشك اعتقد ان هو افضل من الايه من الايمان بالوراثه. طيب راح مربع الشك رجع بقى زي مصطفى محمود، ما رجعش خلاص ده 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 دي قضيته دي حريته وربنا هيحاسبه. ده حتى كمان قالوا كمان طب ربنا هيحاسبه ازاي؟ قال لك ربنا هيحاسبه العمل الصالح. لان النص القراني بيقول لك ايه؟ ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين وفي ايه والمجوس، بس قرأت يعني ثلاث مرات في القران في الحج والبقره والمائده. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن منهم بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما جابش الايمان بالرسول او بالنبوه يعني. فانا قصدي الفكره ايه؟ وراح في ايه لما سلمان الفارسي قال له ابويا وامي كويسين وكانوا ناس طيبين وناس يعني صالحين، فراح في ايه من الايات راح قال والمجوس يحكم الله بينهم يوم القيامه في مكان. اقسم بالله انا كنت لسه هقول لك اكيد هذا كانت نازله لارضاء سلمان الفارسي. ما هو سلمان قال له اصل انا ابويا وامي كانوا صالحين يعني وبيعملوا خير فانا قصدي الشك في الموضوع، يعني قصدي ايه؟ الشك مشروع. الشك واحد اتولد مسلم وشك، واحد اتولد مسيحي وشك، مشروع. يرجع بقى ما يرجعش دي قضيه عقليه، وربنا هيحاسبه من وجهه نظر الشخصيه بالعمل الصالح. انت عارفه الكفر تفسيره ايه؟ ان الذين اللي هي ايه جحدوا بها واستيقنتها انفسهم. ده الكلام اللي قاله محمد عبده وشتته كل الناس. يعني ايه؟ لازم تقتنع ان ده الصح بس انت معاند وراكب دماغك انما انت بتقولي ان فلان او علنا مش مقتنع ان ده الصح، ده خلاص عقله. ما هو لذلك المعتزله اللي هو احنا بنقول ربنا عرفوه بالعقل، هذه الكلمه اعتزاليه بامتياز. ليه؟ لان هما لما الشافعي قال مصادر التشريع القران والسنه ومش عارف الاجماع وكلامين ده، قالوا لا لا مصادر التشريع العقل القران وهكذا. قدموا العقل. قال لك ليه؟ لان قال لك احنا امنا بربنا بالعقل، يبقى مين اللي فوق ربنا اللي هو القران يعني؟ العقل. الشاعر بيقول لك النقل ما هو النقل اللي هو السنه والتراث على العقل فاذا العقل وصله الى مربع الشك او الى الالحاد او الى الربوبيه، بدل عقله او وداه كده يبقى لازم يروح. ده بالعكس لو هو اسلم وعقله موديه للشك ده اللي بقى الكافر. لان هو ايه اللي بيسموه جح... انا شايف الكافر كده، انا شايف الكافر اللي هو بيلغي ما وصله اليه عقله اللي هي جحدوا بها واستيقنتها انفسهم. حتى انا عملت انا مره فيديو عن احمد حرقان
لما اسلم كده وبتاع وكان شكل واضح انها كانت شكل. فقلت ايه اسلم، عملت فيديو وحقق مشاهدات كتيره، قلت اسلم وقلبه مطمئن بالالحاد. يعني ما شفتيش الفيديو ده ابقى ارجع شوفيه. قلت هل اسلم احمد حرقان وقلبه مطمئن بالالحاد؟ فاللي قلبه مطمئن بالالحاد او بالربوبيه وعقله وداه كده واسلم نفاقا، يبقى ده كافر، كافر باللي عقله وداهول. صحيح، فاهم كلامي؟ فيبقى اذا كل واحد حسب ما عقله يوديه. وانا انت شايفه انا زي ما قلت لك نظريتي انسنة الاسلام، يعني احنا بنتكلم عن اللي هو ما يسمى الاصلاح من الداخل ومن حق ارض، لان في النهايه في 1.8 مليار مسلم في العالم، الغالبيه منهم ناس بسطاء وطيبين وبيعملوا الخير وطلعوا الزكاه لانه مقتنع انها دي لا، وحتى يعني حتى بالوراثه ده بيؤدي دور خدمي كويس، لانه لما يطلع زكاته 2.5% او بيطلع زكاه الفطر او بيطلع كذا بيعمل حركه تكافل وماشي بالاسلام البسيط اللي هو بيتبسم وعلاقته ناس طيبه بالاخرين وعلاقته بالجار كويسه وبيبر الوالدين وهو مؤمن. هو انت طول الوقت بتكلمني عن الزكاه وتكافل 2.5%، ما هو بدل ما تتهرب من الضرائب وتروح تدفع زكاه 2.5% ما يعملوش اي حاجه، ما ينفعوش كنظام اقتصادي لازم. لا 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 لحظه بس، اول حاجه سيبك من تهرب الضرائب في اوروبا وامريكا مش حاجه اسمها تهرب، ما فيش حاجه اسمها تتهرب من الضرائب. مجتمعاتنا هنا ماشي، بس انا حتى 2.5 دول رقم كبير جدا، لان لما يقول لك ان احنا عندنا مثلا في البنك 6 تريليون جنيه اضربي 2.5 في 6 تريليون جنيه، احنا 6 تريليون انت عارف تريليون يعني كام صفر؟ 12 صفر، 12 صفر فحتى لما تشيل صفرين 1% احنا بنتكلم عن ايه؟ 10 اصفار، 10 اصفار يعني ايه؟ 10 مليار جنيه، ده لو 1% هذه الاموال، وبعدين دي اموال السايله بس اللي في البنوك، شوف بقى الاموال اللي في التجاره، الاموال اللي في الذهب، الاموال اللي في كذا. لا لو الناس بتطلع زكاه في هذا البلد مش هيبقى فيه فقير في مصر، وده مش معناه ان تهرب بالضرايب، ده دور الدوله بقى ان ما تعملش تهرب بالضرايب. ما هو دلوقتي بيعملوا حاجه اسمها الشمول المالي وان كل حاجه تخش عن طريق البنك وكلام من ده، فهو يعني قصدي السيطره ومنع الضرايب سهل على فكره، في كود عالمي مطبق تمنع تهرب بالضرايب، انك تقول كل حاجه بنكيه وكل حاجه محسوبه. هيبقى في تهرب، امريكا فيها تهرب والمانيا فيها تهرب برضه بيتهرب هناك المصريين والمسلمين وكلام من ده، بس بشكل يعني قليل جدا. يعني على سبيل المثال مثلا الصيدله ما يقدروش يتهربوا من الضرايب، ليه؟ لان كل الادويه بتخش بكود سيستم. صح، سيستم، فنفس الكود اللي بيطلع بيه الادويه تقدر تطلع بيه الشيبسي، تقدر تطلع بيه اللبان، تقدر تطلع بيه كذا، تقدر تحكم حركه التجاره وتمنع الضرايب. الموضوع مش صعب، الموضوع عالميا ليه كود تقدر تسيطر على موضوع الضرايب وما تعملش تهرب بالضرايب. هيفضل الشخص بيطلع ضريبه وبيطلع ايه؟ وبيطلع زكاه وبيطلع صدقه، مش التكافل بس، حتى يعني ما هو انا دي الفكره، ان هو على فكره الاخلاقيات الانسانيه دي مش الاسلام بس، كل الاديان حتى البوذيه حتى كلهم جم باخلاقيات، لازم الديانه تيجي باخلاقيات. ماشي، لو هذا الشخص مؤمن وهيقوم بهذه الاخلاقيات بشكل انساني فردي او بشكل ان هو عايز ثواب وعايز يخش الجنه ايا كان بالطريقين، هو هيؤدي دور في المجتمع ايجابي، وان هو يعمل خير للناس ويساعدهم ويقف معاهم ويقف مع اخيه يعني دي الانسانيات اللي كل الاديان بتتكلم عنها. ما يطلعوش بقى يتكلموا عن الجهاد الطلب ويتكلموا عن الرده ويتكلموا عن الكفر ويتكلموا عن بقى الفساق والعلمانيين والليبراليين اللي بيحاربوا الدين وبيحاربوا الثواب. ما دي الخطاب للاسف الشديد، الخطاب على المساجد. هل بتسمعي بر الوالدين؟ هل بتسمعي مش عارف حقوق الجار؟ لا، العلمانيين والليبراليين ومش عارف محاربه الدين ومسوئه الدين وبيحرق المصحف في السويد. الاسلام السياسي بيشتغل على المؤامره العالميه على الاسلام بالظبط. فطول ما انت شغال على المؤامره العالميه للاسلام وبيحرق المصحف هنا وتأجج العواطف، يطلع الشخص كاره لايه؟ لجاره المسيحي وفاكره ان هو اللي حرق القران في السويد. فلا، ده حد على الكراهيه. انما لما تطلع اسلام بقى بيتكلم عن الجار ده ايا كان ديانته، وانك تدي الزكاه وتدي الصدقه لاي حد يحتاج، حتى لو مسيحي، حتى لو ملحد، حتى لو اي فقير ايا كان، حتى لو انت عارف ان هو ربوبي او مش مؤمن، ان هو الخير لكل الناس. يعني فكره الخير لكل الناس وتكون مواطن صالح، العمل الصالح بمعناه العام والشامل. لو هو الدور ده بيقدمه الوعاظ، ما بيقدموش خطاب الكراهيه، ما بيقدموش الحرب على الاسلام. انا مره زعت جزء من الخطبه بتاعت الجمعه وهو راجل بيهاجم ابراهيم عيسى وبيتعمل بيحارب على الدين وحرب على ما اعرفش في خطبه الجمعه. حي المفروض حي متوسط، انا 6 اكتوبر ساكن يعني، فانا قصدي جايب جزء من الخطبه. طبعا حاجه يعني مش ممكن، بشعه يعني جدا، رغم ان هو عاطينه خطبه موحده، بس هو خطبه موحده برضو الشيوخ بيتلاعبوا، يروح اول خطبه العنوان وبعد كده يتكلم في اللي هو عايزه بعد كده. ايوه او عنده خطبتين بيبقى بطل. ايه بالنسبه لهم بيبقى بطل الشيخ المخالف ده،
لا، ومشكله الخطاب العاطفي بيلقى قبول عموما في الشارع. يطلع الشخص معبى عاطفيا بقى، في حرب على اسم المصحف بيتحرق كلامين ده، في حرب على الدين، في ثوبه الدين، في مش عارف حرب على السنه، اللي هو البيان اللي قاله ده. فلما يتقال الكلام ده على المنبر الناس بتطلع معباه، ما الناس عاطفيه، الناس في معظمها عاطفيه، فخطاب عاطفي بيعمل كراهيه. هو مين اللي بيروح يحاصر بيت بيصلوا فيه مسيحيين في قريه؟ الغلمان ليه؟ لان في شيخ حرض في في المنبر. وازاي يبقى في كنيسه في قريتنا، وقريتنا طاهره وده نجاسه، وايه يروحوا يولعوا البيت؟ مش ده مش كنيسه، ده الشيعة. حسن شحاته اللي كان راجل كان يروح معزوم عند 3-4 اهل القريه كلهم طلعوا حرقوا البيت وسحلوه في الشارع وموتوه ويفتحوا. انا شفت المشهد ده لما بقى نبيب البوتاجاز عملوا فتحه في السقف ورموها عليهم، حاجه منتهى البشاعه. فين فانا قصدي هو المشكله هو شعب عاطفي، ممكن حد يحرضه على العنف والكراهيه، وممكن حد يحرضه على الخير والمحبه الناس، ويعني الموضوع قابل لكل فلازم يضبط الخطاب لان خلي بالك انا شايف ان اقوى جهاز اعلامي في مصر هو الجامعه، لان هاتي لي اي برنامج تلفزيون شهير بيشوفه كام؟ مليون، 2 مليون، 3 مليون. الجامع بيسمعه 110 مليون. هتقولي المسلمين مش 110، ما هنقول لك ان المسيح بيسمعه في البلكونه، ما هو الهاون بتاع الميكروفون لكل الناس. الست اللي ما بتنزلش تصلي سامع الخطبه، سامع الخطبه اللي في الميكروفون الجامع، فسامع الخطبه، المسيحي سامع الخطبه، فالخطبه بيسمعها ال 110 مليون اختيارا او جبرا، فكله بيسمع الخطبه، فالخطبه بتوصل ل 110 مليون بخلاف التلفزيون الشهير او البرنامج الشهير بيشوفه مليون او 2 مليون او 10 مليون. بس برضه يقول ان الدراما مؤثره وان الدراما مهمه، ومسلسل فتى الامام الحربي انا شايفه من حيث السيناريو يعني ضعيف شويه عن افلام ابراهيم عيسى. بالظبط. انما لانه عمل ضجه فحصلت له مشاهدات كبيره جدا على التليجرام وعلى الفيسبوك وعلى البتاع، واللقطات المهمه اللي فيه بقت تيجي على الفيس وانتشر وتشاف في ظل بقى يعني مش عايز اقول لك شاف اكتر من سويدا بشوار والحاجات اللي هي الثانيه. أيوة. الثانيه دي حقق انتشار بسبب الايه؟ الضجه اللي حصلت ايه حواليه، رغم زي ما قلت لك السيناريو. خليني اسالك بقى السؤال الاخير في هذه الحلقه، هل تتصور انه فاتن امل حربي هيأثر نفس تأثير أريده حلا للرائعة فاتن حمامة ورشدي أباظة وأمينة رزق؟ هو ما زي ما قلت لك، هو موضوع حوالي الشخصية بعيدا عن موضوع رأي الدين، حتى من ناحية الاجتماعية معقد جدا، في نساء سيئات وفي رجال سيئين، وقدم وجهة نظر ممكن تأثر في القانون. هو اللي يهمني في الموضوع تعقيد القضايا وتباطؤها، ده لازم يتحل. يعني ما فيش حاجه اسمها واحده عايزه نفقه عيالها يجي لها بعد 3-4 سنين، والتلاعب في النفقه، يعني كل الامور دي يعني لا هياثر في صياغه القانون وفي محاوله تسريع القضايا. يعني ده الدور المهم. يعني اول حاجه تسريع القضايا، ما فيش واحده اسمها اتطلقت وعايزه تصرف على عيالها يمطلها ويقول لها ما اشتغلتش، ولا او بيحصل ايه مثلا بمعروف ان هو عامل حر شغال مدرس الصبح ولا موظف الصحه الصبح وشغال سباك ولا مش عارف بتاع سيراميك ولا نقاش بعد الظهر، بيدخل له من النقاشه او من السباكه 20,000 جنيه وبيدخل له من الوظيفه الحكوميه 2000 جنيه او 3000 جنيه، بيودي بتاع الحكومه، ما التاني مش محسوم مش محكوم، ما بيودي ويديها الربع من بتاع الحكومه. انا شخص وعندي عايز اعيش واتجوزت واحده ثانيه او كلام من ده، فبيديها الربع بتاع الحكومه 750 جنيه اللي ما يعملوش حاجه اصلا، ما يجيبوش بامبرز لعيل صغير، ما يجيبوش بامبرز لعيل صغير. فانا قصدي المفروض ان الامور تظبط في موضوع النفقه وتسريعها، هيأثر في هذه الايه؟ في هذه القضيه. قضيه الحضانه موضوع شديد التعقيد، لان برضه ساعات الست بتتجوز والراجل بيتجوز، وهو القانون المصري مش ماشي بالشريعة قوي، ده هو مش عارف بيدي بقى بعد لو الام اتجوزت بيروح للجده للام وعشان الجده للاب، وليه طريقه كده للخاله ما اعرفش ايه. يعني برضه هو المشكله التجربه والخطا والصواب. ميزه القوانين البشريه ان احنا بننزل القانون ونشوف ثغراته وبعد كده نعالج الاسم، ما عندهاش مشكله ان القانون بشري. ما هو ده يورينا ايه يا استاذي؟ انه في حاجات ما حصلش شبهها ايام النبي، فما حصلش بسببها تشريع ولا ايه. لكن بما ان الناس زادت والوعي زاد والمستحدثات الامور جدت علينا،
فابتدى محتاج لها تقنين. بنروح عند البخاري زي المدفع اللي بيطلع نار وزي الجن ومش عارفة ايه سنة 1800 ولا 1790. النهاردة برضو جد علينا حاجات تانية، جد علينا صحيح. حاجات تانية. يعني هو انا كنت اتكلمت في حلقة برضو امبارح او امبارح عن موضوع السنة وايه السنة بالظبط، وان هم الفقهاء نفسهم قال لك ان حياة الرسول متقسمة، في حاجات مارسها الرسول كمشرع وفي حاجات مارسها الرسول كقائد سياسي او كقائد عسكري، دي مش ملزمه ومش تشريع ومارسها كقائد اجتماعي. خلي بالك من ضمن المرويات واحد لحر للرسول قال له جاري مضايقني وبيضايق يعني بيستفزني وعامل لي مشاكل دايما، قال له جاري عامل لي مشاكل وبيطحني في عشتي، فقال له خلاص الرسول نصحه قال له خد عزالك واطلع على ائمه الشارع يعني وحاول تعزل، ولو حد سالك قول له اصل جاري ايه دار سيء يعني كره الناس كلها في الراجل. فطبعا في وسط العرب وسط، فاصبح ايه جرصه بالمعنى المصري يعني جرصه. أيوة. فالراجل راح وتحيل عليه تاني لان هيبقى في القبيله جرصه، ورجعه تاني وقال له خلاص مش هضايقك تاني. طيب ده ينفع اليومين دول؟ انت لو في عماره ممكن العماره تلاقي فيها 500 ساكن ثلاث ارباعهم مضايقك تتخانقوا على ركنه العربيه مثلا. ايوه بالظبط. وبعدين دلوقتي هو عزله كانت ايه؟ ده عزله كوز وجردل وطشت زمان ومرتبة قش هيشيله على كتفه ويطلع، انما دلوقتي عزاله ايه ده عزاله عايز ثلاث اربع عربات نقل تنقلها. فهذا الموقف موقف اجتماعي ما ينفع يعني، قصدي دي الفكره، ده مش انا اللي بقول، حتى ده الشيوخ قالوا، الفقهاء قالوا، قال لك ان في حاجات الرسول مارسها كقائد اجتماعي ليست تشريعيه، ليست تشريعية. حتى القران نفسه يعني عمر بن الخطاب لما قال لك ما فيش حاجه اسمها الاخماس وال كان الخمس بيروح لل يعني عمر الخطاب ثلاث نصوص قرانيه السرقه والاخماس والمؤلفه قلوبه وش كده، قال لهم الرسول كان يعطيكم الاسلام ضعيف. فخلاص ومن ضمن المرويات يعني اللي ما تنفعش تبقى نص تشريعي ان هو ايه الارض اللي من زرعها يعني لو هي بور اللي يزرع ارض ياخدها بقى واحد يروح يزرع له عايشين فدان في الصحراء ولا بتوعي، لا مش كلام من ده. بارك الله في العقيد الركن مهيب الطلة معمر القذافي، البيت لمن يسكنه والارض لمن يزرعه. ما هو واخدها بس هم عندهم اصل برضه انت بتتكلم عن ليبيا اللي هي قد مصر 2.5 مره وهم كلهم 6 7 مليون، يقول يا عم روح اعمل وبتاع، ان احنا 110 مليون ومش هينفعش الامور يعني الامور تتظبط شويه، وبعدين بياخدوها زراعيه وبعدين يحولوها كومباوندات ويبيعوها بالشيء الفلاني. انا قصدي الشات في الموضوع ان الشيوخ قالوا الامور الاجتماعيه دي امور وقتيه وظروف تصلح لايه لزمن الرسول وليس التشريعي، من ضمنها زي ما قلت الاخماس والمؤلفه قلوبهم. كان الرسول بيدي الايه المقاتل الاربع تخماس وياخد هو الخمس. ايام ما كانت ايه؟ ايام ما كانت بقى بردعه وسيف وما اعرفش وحاجات كده. انما لما راحوا الشام جاريه كده برضو يا استاذ سامح، ايه كم جاريه كده على كم راس؟ ما هو ماشي الحرب عندهم ان لو حرب بره فيا دوبك البردعه والسيف، لما حصل خناقه على ابو جهل مين اللي قتل ابو جهل؟ عبد الله بن مسعود جاب راسه وراح الرسول، ومعاذ ما عاوز قال لك لا ده احنا اللي ضربناه انا على الارض، فقال لك انتما الاسنان قتلتما، يعني هيقسم السلب ايه السلب؟ حصان وبردعه وعبايه. انا قصدي لما راحوا الشام بقى وخدوا الاف الهكتارات بقى دجله والفرات وخدوا الاف الاراضي الزراعيه وعايزين يوزعوا، قال لهم توزعوا مين؟ مين اللي هيحارب بقى ان شاء الله؟ مين هيحارب؟ وبعدين بقى ايه جينا في موضوع ايه من قتل شخصا فله سلبه نص. طب دلوقتي كان 300 بيحاربوا مع 400 بتوع المدينه مع قريش وكل واحد عارف مين اللي بيحاربه مين اللي قتله. طب انت دلوقتي رحت تحارب الروم 200,000 واحد، مين عارف مين قتل مين عشان ياخد سلب؟ يعني مين عارف مين قتل مين عشان قال لك من قتل شخص فلا سلب؟ يا جماعه ده عصابه يا بيه. فانا قصدي ايه؟ فرجع بقى ان هو يعمل ايه؟ يوزع الغنائم، وبعدين بقى يوزع الفلوس السايله بس والاراضي لا، وبقى كده مرتبات. ما نفترض قعدنا في مدينه ومفيش حرب، طب الناس دي هتاكل وتشرب منين؟ فمع الوقت بقى في دواوين القتال ودواوين الحرب وكلام من ده، وبقوا يوزعوا ايه يعني الدنيا اتغيرت واتطورت مع الحرب، مش هتاخد بقى من قتل شخص فلاه سلم. ما انت لو قتلت واحد بقى تقعد جنبه بقى عشان تحافظ عليه، ده انا لا اقتله. فانا قصدي هتسيب الحرب وتقعد على تخيل النهارده يا باشا بقى سنايبر من بعيد لبعيد كده. صحيح. فعلا على رايك ده بيتروح بعيد لبعيد هيجيبوا منين سلب وسلب وهياخدوا منين ده؟ فانا قصدي الفكره مع تطور الحياه فهم نفسهم قالوا ان دي امور اجتماعيه مش تشريعيه. فانا قصدي في النهايه ان زي ما قلنا يبقى الدور الدين دوره تنميه روحيه تنميه اخلاقيه تنميه انسانيه
يقوم بدور اجتماعي كمصلح اجتماعي زي اي واحد مع زي ما قلنا المتخصصين وما شابه ذلك. يعني اذا هي جمعيه تقوم بدور اجتماعي في المجتمع، مفيش مشكله، مفيش مشكله ان جمعيه وموجوده تقوم بدور اجتماعي، سواء بقى بتدي الفقراء اموال او تجمع الزكوات او ايا كان، او تعرف الناس على بعضها يتجوزوا. يعني قصدي كل هذه الامور اللي هي ايه. والنقطه الثانيه، ما هم كلهم عايشين في اوروبا ومبسوطين باوروبا، مش عايزين يرجعوا. ده في 50 مليون مسلم في اوروبا، وبعضهم نصهم متطرفين دلوقتي. ليه؟ ورغم ذلك مش راضيين يرجعوا. لو قالوا ارجع مصر ما بيرجعش مصر. ليه؟ مستمتع بتامين صحي، مستمتع ببدل بطاله، مستمتع بحريه، بمستوى معيشي مرتفع ورفاهيه مرتفعه، وشايف المثلين عادي، وشايف العلاقات الاباحيه عادي، وشايف الدنيا زي يعني زي الفل هناك، ومتقبل كل ده في سبيل الخدمات اللي بتقدم له في النواحي الاخرى. وهيمنعوا الحجاب. خلي بالك دلوقتي كان في خناقه بين لوبان وبين ماكرون ولوبان في فرنسا، ولوبان مصممه تمنع الحجاب في الاماكن العامه، وقال انت ده قهر للنساء، وانتوا هم مش بمزاجهم، انتوا مجبرينهم على كده. فعايز تقول الاماكن العامه ده مش حق شخصي، وهيقلعوا الحجاب وهيمشوا مش هيرجعوا بلادهم. يعني لو اتنفذ قانون بهذا الشكل، انا بقول لك اهو المتطرفين دول هيقلعوا مراتهم الحجاب عشان ما يسيبوش فرنسا. يا خبر ابيض. رغم ان ما بقى فوت بقى الهجره بقى من دار الكفر دار الايمان، وما بيهاجروش ليه من دار الكفر دار الاسلام؟ الملايين المواليين اللي في اوروبا وفي امريكا وفي كل دول العالم وعايشين مستمتعين بالحياه في هذه الدول الغربيه، ما بيهاجروش ليه بقى من دار الكفر دار الاسلام؟ ده بيهاجروا من دار الاسلام دار الكفر. ده الناس بالمراكب بتدفع فلوس عشان تهاجر من دار الاسلام لدار الكفر. يعني قصدي يعني ما حد يقول لهم يعني انتم متضايقين من ما رحتوش الخليج ليه؟ ما رحوش افغانستان ليه؟ ما فيها دوله اسلاميه بتاع الطلبات هناك اهي. يعني بعد ما دخلوا الناس التعليم رجعوا في كلامهم تاني بعد ساعتين زمن. ليه؟ لان خلافات بقى في الفقهاء وبتاع وكلام من ده. روحوهم المدارس تاني، يعني فتحوا المدارس وبعد ساعتين روحوهم قالوا لك مفيش مدارس للبنات. دوله الطلبات. ايوه بسم الله ما شاء الله. ولموا شفت انت الكلام ده من شهرين ثلاثه، لموا السمارت فون كلها، كل التليفونات الموبايل الايفون بقى والسامسونج والكلام ده، كانت حضرتك مذبحه تليفونات. لا 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 يعني. بسم بالله احنا شفناهم وكانوا وبيدوسوا عليهم. شفناهم كانوا بيتشعلوا في الطياره رايحين امريكا. وغير امريكا دلوقتي بيهاجروا لتركيا، بيهاجروا لاي دوله ثانيه. اللي بيقدر اللي معاه فلوس وبيقدر يهاجر من افغانستان بيهاجر. رغم ان افغانستان دي غنيه جدا لو اتعملت دوله حديثه، بيقول لك عندها شويه معادن وفيها يورانيوم وحاجات غاليه جدا، فيها ميه عذبه تكاد تصل كان عندها نهر، نهر الواحد. الميه اللي بتنزل، المخرات اللي بتنزل من الجبال، وعندها زراعه. بس للاسف الشديد كل زراعه عندهم افيون يعني، بس مش مشكله، بس عندهم زراعه يقدروا يزرعوا حاجات ثانيه. فانا قصدي الفكره ان اللي عندهم معادن الصناعه عايزاها، بيصنعوا منها الشبات بتاعت التليفونات وكلام من ده. يعني اللي هم عملوا دوله حديثه، انها مش هينفع بقى يعمل الدوله المقفوله دي ويجيب الصينيين. طب ما الصينيين هيجوا بثقافتهم، بيشربوا خرا وبياكلوا كلاب وبياكلوا خفافيش وعندهم علاقات جنسيه مفتوحه. ما انت عايز تجيب الصينيين يشتغلوا بعشرات الاف، غصب عنك هتحمل ثقافتهم. صحيح. زي ما دبي عامله وزي ما الدول دي. ومحمد بن سلمان لو عمل الدوله حديثه زي دبي هيضطر يقبل التنوع الثقافي بقى، ويجي بقى يعمل برضو معبد للهندوس زي ما الامارات عملت، وينفتح ثقافيا. انت عايز تعمل دوله حديثه وتجيب كل الناس. في كنيسه في السعوديه، انا اعرف ان في كنيسه في جده باين، مش كده؟ مش متاكد، بس هو يعني اللي انا اعرفه ان في مسيحيين بيسافروا ويشتغلوا هناك. هم مش ممنوعين المسيحيين ممنوعين عن مكه، انما اعرف مهندسين واصدقائنا بيروحوا يشتغلوا في السعوديه. فما اعرفش هل بقى ما عادش الحكايه دي كان طريق لغير المسلمين، دلوقتي لا اتشالت، هو طريق واحد. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني عادي المسيحي يخش مكه عادي، لو عنده مشروع مهندس وعنده مشروع في مكه بيدخل يشتغل في مكه. لو وارد مع التطور الموجود الحالي وارد ان يكون محمد بن سلمان اصدر قرار بهذا الشكل. هو لما عمل حوار مع اطلانتيك قدم اراء، يعني حتى قال لك لما قالوا له بقى القتل والذبح بالسيف وكلام من ده، قال لهم لا لا الكلام ده ايه، مش موجود الا في القتل. وحتى وقال احنا حتى ما بننفذش الحكم على طول، وبطلنا ايه قطع اليد السارق وكلام من ده، وهو القتل بس القصاص، ومن مدة الفترة بحيث مع الوقت يكون برد الدم، يعني فأهل القتيل ايه ياخدوا الدية يبالوا بالدية. ما هو الدم حامي، ممكن مش هقبل الدية. عدى سنة سنتين بقى، فانا اولى بالفلوس بقى خلاص الراجل، يعني ايه
بين الدم شوي. فانا قصدي ايه، حتى يعني هو حتى اقدم اجابات ان هو مع الوقت هنطور الموضوع وهنقلل الموضوع ده، يعني قطع يعني الرقبه وما شابه ذلك او ما يسمى الحدود يعني. والله نتمنى في النهايه انه يعني يبقى في عقلاء، يبقى في عقلاء. سعد الدين الهلالي اكبر دليل. عندنا مصر ما يا جماعه، مصر ما عدمتش مبدعيها على فكره ولا العقلاء اللي فيه، هي بس المشكله انه اللي متصدر المشهد هذه الشرذمه زي ما شيخ طيب بيقول. ويعني اتمنى اتمنى انه عشان حتى نحقن الدم اللي في الشارع. فكره ان القسيس اللي اتقتل في اسكندريه على الكورنيش في سيدي بشر، حضرتك قال لك ان الراجل اللي قتله كان في مصحه للامراض العقليه، هو اساسا رجل تابع كان موجود، كان في جماعه جهاديه وبعدين مرض ودخل مصحه نفسيه وخرج، لسه خارج من فتره. فاول حاجه عملها بسبب المخزون في اللاوعي راح قتل القسيس على شكله على لبسه. فنتمنى يبقى فيه شغل. هو جيل واحد بس، انا شايفه ان هو جيل واحد بس، لو اشتغلنا عليه صح تعليم زي ما انت قلت، مفيش حاجه اسمها بالسيف، وانه الفخر كله للدم وللسيف وللذبح وللقتل، ده الكلام ده كله لو اتشال من المناهج، خد بالك انت بتشتغل على وعي الطفل. لو نزعت الكلام ده وتعاملت معاه بالاخلاق بالاعمال الطيبه مع بينك وبين جارك، بينك وبين اهلك، الكلام الحلو الجميل ده، انت هتكسب هذا الطفل مواطن فرد عامل ليه دور فاعل فعلا في المجتمع، مش طول الوقت بيفكر انتقم ازاي من جاري، ينتقم منه بسبب المدرسه اللي بتضربه، ابوه اللي مش عارفه ايه، بعد كده الظروف اللي بتطحنه، بعد كده ما بيعرفش يتجوز، فبيتكون جواه غصب عنه حاله من الحقد على المجتمع وعلى كل المحيط به وعلى كل المختلف، بتتفجر في النهايه القتل لدم، لاستحلال سرقه، للهوجه اللي بتتعمل على طول واللي بيغذي الكلام ده، ايه ده فلانه اتخطفت المسيحيه والمسلمين خدوها، وهي بتبقى احيانا احيانا في منهم اللي بتبقى بسبب علاقه عاطفيه. انا سمعتها والله العظيم من قسيس، قالك ما فيش خطف مسيحيات في مصر، ما بيخطفوش مسيحيات، الست بتروح تتجوز، الحكايه دي قليله جدا 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 جدا، يعني تكاد تصل للانعدام. برضه في نقطة مهمة جدا، المعاهد الأزهرية فيها 2 مليون واحد. 2 مليون واحد معهوش مسيحي طول الفترة دي ومعهوش بنت. ولذلك بتلاقي دايما في هوس جنسي عند الشيوخ، لأنه ما احتكش بنت بشكل طبيعي إنساني بدون إن هو يكون في رغبة أو شهوة، وخصوصا في سن الابتدائي والإعدادي فاصلين فاصلين ما بين البنات والإيه والولاد، ومعهوش مسيحي. وبعدين عندنا مشكلة مش بدون تعميم يعني، إن مدرس الدين أول ما يدخل الفصل يقول لهم، أو مدرس عربي يقول لهم في مسيحي في الفصل، مفيش مسيحي، يبدا بقى يقول خزعبلات ويتكلم عن الدين الاخر بشكل سلبي، ويقول لك القسيس ما عرفش بيعمل ايه، وان هو القرص بتاعته مش عارف بتعمل ازاي، يقول بقى خزعبلات بحيث يطلع الناس عندها حقد مع المسيحيين. فتخيلي بقى ان واحد بقى في ازهر بقى اصلا، وواحد وارث التراث الديني اللي موجود ده، هو دارس عليه وهيدرسه للعيال، ومتاكد ان مفيش مسيحيين. متخيله ان واحد ازهري هيبقى مصاحب واحد مسيحي من الاثنين مليون طفل دول، ولا معبئين بالكراهية والغضب والضغينة والكفار، وان هم زي ما قال الشيخ الشعراوي بقى، انت لو صاحبت واحد او يعني لو رضى عنك واحد مسيحي تستغفر ربنا. الشعراوي قال كده في فيديو، لو رضى عنك واحد مسيحي ليه؟ لان هو ايه؟ النص القرآني، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الرأي بقى التأويل بقى، عشان اقول لك التأويل ممكن يحل مشكلة، التأويل ده بيقول لك الكلام ده للرسول نفسه، لان هو النبي بتاع الاسلام. فشيء طبيعي المسيحيين مش عايزينه لان هو شايفينه مهرطق، واليهود مش عايزينه لان شايفينه مهرطق، فشيء طبيعي ان اليهود والمسيحيين ما يردوش عن النبي مش عن المسلمين بعد كده لاحقا بقى، وبقينا في مواطنه وفي كلام من ده. يعني الرساله دي وعدم الرضا ده المحدد ده لشخص النبي بس، انما بعد كده مش موجه للمسلمين كلهم، انما الشعراء عمم، وان كل المسلمين لو واحد يهودي او مسيحي رضى عنك يبقى انت لازم تستغفر ربنا، لان هو ايه؟ انت اتبعت ملتهم كده، تبقى النص القرآني بدل رضا عنك يبقى انت اتبعت بالله. ففي تفسيرات حاده وعنيفه وفيها كراهيه، انت تخاف يعني تخاف تصاحب مسيحي رضا عنك هتبقى انت خلاص تستغفر ربنا. وراجل مؤثر مش حاجه بسيطه،
يعني راجل عشان الشعراء، رغم هو الفيديو منتشر على فكره، موجود على اليوتيوب وموجود في حتت كتير، واظن ان انا جبت مقطع منه في احد فيديوهاتي وهو بيقول كده. حد يتكلم عن الشيخ الشعراوي؟ ده قداسة الشيخ الشعراوي من قداسة الدين. صحيح. ومره هاجمه ربيع عيسى عشان يتكلم عن الشيخ الشعراوي. يعني مش انا مش ضد الشيخ الشعراوي، ممكن نقبل منه اراء ويختلف، بس كله يؤخذ من كلامه ويرد. ليه اراء متطرفه وليه اراء ربما تكون كويسه، فانا قصدي الدنيا ايه؟ اخذ وعطى يعني، فمفيش حاجه، مفيش حد قداس. فلما يكون الشعراوي قال راي سلبي وراي فيه عنف وفيه كراهيه لازم نرفضه. والله نتمنى السلامه ونتمنى انه يحصل تغيير بالفعل، بس زي ما انت قلت المساله شائكه بخصوص الاحوال الشخصيه. هي بالفعل حاجه شائكه، نتمنى الامور تسير في مصر على خير وتحزو حزو، الناس كلها على نار مستنيه صحيح ابن سلمان. خلينا نشوف ايه اللي هيتغير في الفتره اللي جايه. في النهايه بشكرك جدا يا استاذ سامح، وكل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه ومتابعينك طيبين، وطبعا المسيحيين عيد القيامه يعني المسلمين عندهم رمضان وجاي عيد، وطبعا المسيحيين كل سنه هم طيبين جميعا ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين مسلمين ومسيحيين. عيدين سعيدين عليكم، عيدين سعيدين. ما تنسوش يا جماعه الاشتراك في قناه استاذ سامح عيد، ستجدوا ما يسركم. تصبحوا على الف خير. تصبحوا على خير. شكرا جزيلا.